استكمال يعني لما أخذناه بالمحاضرة الانترودكشن. أكو سؤال هنا قبل لا أبلش، أكو واحد منكم شاف الفيديو السابق اللي حملناه اطلع عليه؟ لو ما صار لنا مجال رمضان وتعبانين ومسلسلات هواي. القاسم أنت لجاوبني، من أسألك أنت جاوبني، أوكي؟ البقية طلاب. نعم استاذ طلعت عليها. جيد. صوتك كلش بعيد اللي انت اخر واحد حكيت، ما اقدر ارجع للكلاس حتى اشوف منه. كذلك استاذ انا طلعت عليه. انت منو ستي؟ انا يمان. يمان اكيد بين دعسوقه مال القرايه. اوكي اي سؤال استفسار على الفيديو اللي شفتوه انتم قبل لا ابلش؟ الهدوء الذي يسبق العاصفة، يعني ماكو سؤال. أبلش طلاب؟ صوت واضح؟ نعم استاذ واضح. أوكي، فمحاضرتنا إحنا قلنا الكورس أوبجكتيف مالتنا اللي راح نحققها من هذا الكورس هم أعيدها هنا بالإضافة اللي أخذناها هنا هذاك، إنه أول وحدة اللي هي هذه سوي سيلكشن، أوكي، انه راح تكون قادر على حساب البايبس والانلر كاباسيتي. ليش هذا بيش يفيدني؟ انه هذا راح يعطيك نبذه انه تحسب كميات المواد اللي انت مدخلها سواء كانت كطين اطيان حفر او كان كميه سمنت انت اللي راح تنزلها، يعني مثل الفيديو رقم 3 اللي راح تشوفه ورا ما نكمل هذه المحاضره، من يبدا يحفر السكشن الاول، اوكي حفر السكشن الاول ايش راح يسوي؟ انتم ما اعرف يمكن انتم ما مرت عليكم فتره الحصار يعني بالتسعينات ان لما صار عندنا حصار وانقطعت الكهرباء فبدت العالم تحفر ابار ماء، كل من يحفر بير مي بيته، اللي عنده حديقه يحفر بها بير مي، فمن يبدا يحفر الحفره بعد مترين ثلاثه تبدي الحفره شو تسوي؟ تبدي الحفره يعني تتهدم. ليش؟ لان ماكو في شيء حاجز يحجزها، يعني انا حافر حفره وانا حافر بالحديقه والحديقه ما ترمل فراح تبدي تنهدم، فايش يسوون؟ قال لك يا ابا اوكي ننزل انبوب، هذا الانبوب هو حتى يسند جدران البير اللي انا حافره حتى ما يصير بي ما يصير بي كولابس ما ينهدم. زين هذا الانبوب انا إذا حافر على مسافة 12 متر هذا الأنبوب لازم يكون مثقف حتى يسمح بمرور المي خلال الأنبوب للحفرة اللي أنا مشتغل عليها الماطور أو البمب حتى يسحب لي المي. السوو قال لك أوكي نخلي حصو جرافل ما بين الحفرة اللي أنا حافرها وما بين الأنبوب اللي أنا منزله حتى شنو تمنع تسوي لي ووشنج. شنو الووشنج؟ إنه الرمل اللي بالحديقة مالتي اللي أنا دا أحفر بها حتى لا يدخل للحفرة مالتي اللي قاعد اسحب من عندها المي. نفس المبدا يطبق بعمليه الحفر بمن بالابار النفطيه والغازيه، انه انا ورا ما كملت الحفر السكشن مالتي ايش راح اسوي؟ راح انزل انبوب، هذا الانبوب يكون بقطر معين حتى يحافظ على جدران البير ما تنهدم على بعضها وما ترجع تنقفل الحفره من جديد. ليش؟ لان هم طبقات الارض يمثلوها مثل الشخص مثل التنابل اللي يحب ينايم، نايم هو في حاله ستاتيك، ستاتيك صار لآلاف السنين. أنا لما نجيت حفرت سويت خربطت هذا النظام اللي موجود مال الاتزان، وبالتالي شو يسوي؟ يحاول يستعيد حالة الراحة اللي كان بها قبل، فيريد يرجع للشكل الأصلي اللي كان به قبل أنا أبدأ الحفر. فلذلك نخلي الأنبوب حتى نشنو هذا الأنبوب اللي هي يسموها كيسينج حتى يمنع لي عودة الفورميشن اللي حفرته للوضع اللي كان عليه قبل عملية الحفر. فهذا الكورسي يخليني قادر على حساب الكاباسيتي مال هاي الانابيب اللي انا راح انزلها سواء كانت انابيب حفر او انابيب كيسينج او يسمونها البطانه. اوكي الشغله الثانيه انه يعطيني فهم اوسع للويلبور جيومتري، انه الشكل الهندسي للويلبور، انه انا الحفره اللي راح احفرها معقوله انا راح احفر حفره على نفس واحد خلينا نقول من السطح الى عمق المكمن اللي هو على عمق 4000؟ لا. لذلك
لازم شنو اقطع عمليه الحفر مالتي. اقطعها شلون؟ اقطعها عن طريق سيكشنز، اسويها سيكشنز اوكي، مثل ما راح تشوفون بالسلايد اللي يعني لحظه وانا السلايد الثاني واضح طلاب اللي هو هذا هو well is drill واضح اوكي. فاللي اريد اوصل له انه هذا اللي هنا، هذا الرسم اللي هنا عندي هذا تشوفوه، اللي عندي البطانه الاولى والبطانه الثانيه والبطانه هذا اقصد البطانه الاولى هذا واللي لحظه في نسويج اللي هو هذا يعني كوندكتر كيسينج اللي يتمثل لي الحفره الاولى، والحفره الثانيه تمثل لي السيرفيس كيسينج، والحفره الثالثه اللي هو الانترميديت كيسينج، الى ان وصلت لي الفورميشن اللي هو يسمونه الريزرفوار اللي هو حاوى على الفلويدز اللي انا اريد انتجه يسمونه البرودكشن كيسينج. فبالتالي قاعد اشوف انه شنو عباره عن قمع، عباره عن دوائر متحده المركز تتكون من السكشن الاول اللي هو الكوندكتر كيسينج، والسكشن الثاني سيرفيس كيسينج، والثالث والرابع. طبعا تختلف هذا مبدئيا خلينا نقول هو هذا الستاندر، لكن تختلف من بير الى بير ثاني بالاعتماد على العمق اللي انا راح انزل به. يجوز يصير 5 سكشن او 6 سكشن بالاعتماد على يا فورميشن اللي انا دا انتج من عنده اوكي. فهذا هذا الفيديو اللي انا اللي موجود عندكم واللي شيرته لكم واللي مطالبين انه تشوفوه. الشغله انه واحده انه هو اول سكشن احنا نبدا نحفره هو يسمونه السيلر اوكي، هذا الديجنج سيلر. هذا الديجنج سيلر هي هذه اللي هاي الحفره اللي راح يقول بيها اجزاء البير، عاده تكون مغطاه. ليش تكون مغطاه؟ حتى تمنع هاي الحاله. هسه نقول هذا البقره جابه على بير الحفر. كل دول العالم يعني وخصوصا الدول الغربيه يعني وخصوصا بامريكا انه انت ما فوق الارض وما تحت الارض هو ملك. يعني انا اذا مشتري مساحة مثلا نقول 500 فدان او 500 اكر، فايش موجود بهذا الارض سواء كان على السطح او باطن الارض هو عادي لي مو ملك للدولة. يعني مو مثل ما احنا موجود عندنا هنا اللي على السطح هو إنا لكن في باطن الارض هو تابع للحكومة. يعني ماكو واحد مثل هذا الشخص، يمكن سمعته قبل فترة، شخص بالناصرية حافر بيته مسوي لبوري وينتج 15 برميل باليوم، لأن هو قريب على منطقة حقل الغراف وبالتالي تم إلقاء القبر عليه. ليش ما عندنا هيش قانون؟ القانون هو فقط لك ما فوق السطح الأرض ما تحت باطن الأرض هو تابع للدولة. فبالتالي الكلام مالتنا بالنسبة لهذه الصورة، البقرة هي جابها بهذا السيلر أنه هذا البير في أحد المزارع، وبالتالي صاحب هذه المزرعة عنده آبار حافرة بهذه المزرعة وعنده قطيع مال أبقار. في حال أنه ما مغطي هذا السيلر أدى إلى سقوط هذه البقرة في السيلر أوكي. لذلك دائما تكون السيلر مغطاة بهالصيغة الصورة هذه اللي بالأعلى. anyway يعني هذا الشيء بشيء يذكر، مو موضوع المحاضرة مالتنا هذا اللي احنا نتكلم عليها الآن. السلام عليكم. مسلم اقفل الخط اكتب السؤال. عندك مشكلة بالصوت مسلم عزيزي، إذا عندك سؤال اكتب بالشات أو اكتب للقاسم، القاسم ما عنده مشكلة بالصوت هو راح يتكلم. وين راح مسلم؟ ان شاء الله دكتور، ان شاء الله راح اكتب. يلا اوكي، صوتك واضح، صوتك واضح، يلا سولي. دكتور شنو هاي كاتبين جوا كريسمس تري؟ اوكي اقفل الخط عزيز انا اجاوبك. يا ابو الباب عندي السؤال؟ لا استاذ ما عندي. اوكي عزيز اقفل اللي الطلاب اللي ما عنده اي سؤال اي استفسار يقفل المايك مالته يسوي له ميوت نفسه اوكي. هاي الكريسماس تري هذا احد اجزاء البير، هي من اسمها كريسماس تري يعني انه شجره عيد الميلاد. هو طبعا هو كني عن شجره عيد الميلاد، لكن هي مو عيد الميلاد، اللي هي مجموعه من البالبات اللي تتحكم لي بجريان الموائع
كل فالف هو خاص بكيسينج مثل ما راح تشوف بالسلايدات اللي راح ناخذ هسه. اوكي فانتظر شويه الاجابه ما تكره توصل لك بالنهايه ان شاء الله. فمن هذا الكورس ايش راح يخليني انه اعرف الوول بور جيومتري والوول بور بروفايل ويمكنني من حساب كميه الطين اللي انا احتاجه. احد الطلاب اللي انا امتحنتهم يعني بالفاينل خلال هذا الكورس حسب لي كميه الطين اللي نحتاجها لنحفر بير طوله 3 كيلو يحتاج الى كميه طين 8 مليون متر مكعب. وحتى تعرف حجم الكميه ال 8 مليون متر مكعب هي نفس الكميه مال المي اللي موجود بسد الموصل. اوكي فمعناته انه هذا صاحبنا مضيع. يعني اذا انا احتاج كميه مي اللي موجوده بسد الموصل حتى احفر بير فلازم احتاج المحيط الهندي حتى انا احفر لي 5 ابار بالبصره. اوكي فهذا الكورس يهيئني لاحسب كميه الفوليوم اوف فلويد لكل جزء لكل سكشن من السكشنات اللي شفناها اللي بالكوندكتر بالسيرفيس بالانترميديت والبرودكشن. اوكي بالاضافه الى انه راح يهيئني لحساب كل العمليات المتعلقه ب حسابات الطين. اوكي عاده هم هذا يسمونه او هذا الكورس يسمونه المهندس اللي يشتغل يسمونه مهندس الطفله او مهندس الطين. اوكي فتعريف بسيط الدريلينج فلويد اصلا صار محاضرتين دريلينج فلويد دريلينج فلويد بحيث انه صار المصطلح متكرر عليكم دائما. نريد نعرفها شنو هو الدريلينج فلويد. هي كل مائع اني فلويد. اوكي اني فلويد او ليكويد اور غاز هي كل مائع سواء كان سائل او غاز circulated through a well in order to remove cutting from the well bore. اذا هي الغايه من عمليات او الغايه من الدريلينج فلويد هو لحظه طلاب سويت لنا مشكله صوت واضح؟ اوكي فقلنا الدريلينج فلويد هو كل مائع استخدمه سواء كان ليكويد سواء كان سائل او غاز حتى انه شنو ادور خلال السيستم مالتي مال الحفر حتى شنو اطلع نواتج عمليه الحفر. وخصوصا طلابي يعرفوها يعني بالنسبه للبنات هسه مثلا اذا عندي انا دريل واحفر له بخشبه اثناء ما احفر هذه البريمه اذا تدخل بالخشبه قاعد اشوف انه قاعد يطلع نواتج عمليه مال الحفر اللي هي يسموها نشاره الخشب. فنفس المبدا اطبقه على من؟ اطبقه على الحفره اللي انا دا احفرها بالارض حتى اسوي اوصل للتارجت اللي انا اريده بالبير مالتي. وبالتالي نواتج عمليه الحفر هذه اللي موجوده هنا شو يطلع لي هذا السطح؟ وهي على بعد مثلا 150 متر. قوم انزل انا عامل حتى انه يحفر لي يطلع لي نواتج عمليه الحفر. لا. استخدم شنو؟ استخدم سائل الحفر، سائل الحفر يا اما يكون غاز يا اما غاز يعني مثل الهواء واكو تطبيقات لاستخدام الهواء كسائل حفر او ليكويد. ولما نقول ليكويد انه سائل سواء كان ووتر بيس ماد او اويل بيس ماد راح نعرف هاي ان شاء الله بتصنيفات الانواع سوائل الحفر. يعني سواء كان الطين ذو الاساس النفطي او الطين ذو الاساس المائي. اوكي وراح نعرف شنو الفرق بيناتهم وخواص كل واحد من عندهم. اوكي اذا الغايه الرئيسيه هي شنو حتى اطلع نواتج عمليه الحفر الفتات الصخري الناتج من البريمه اللي قاعد تحفر لي بالحفره. زين تعريف ثاني هو شو يقول لك؟ يقول لك any fluid used to facilitate the drilling process هو اي مائع استخدمه حتى يسهل لي عمليه الحفر. سيم اوكي اذا هسه احنا عرفنا شنو هي اهم وظيفه اللي هي للدريلينج فلويد هي ازاله مواعر الحفر. فلذلك يقول لك دائما طبعا احنا بالصناعه النفطيه كل ابو قسم يحاول انه يعظم القسم مالته. اوكي يعني مثلا ابو السمنتينج يقول لك لو ما سمنتك عمليه الحفر ما تتم. ابو الدايركشنال يقول لك لو ما ابو الدايركشنال انت العمليه ما تتم. لكن اكو شيء متفق عليه انه الدريلينج فلويد هي تعتبر شنو هو the heart of drilling operation. انا لما يعني اكو
الكائن الإنساني يصير ميت شو وقت لما يتوقف قلبه عن النبض. أوكي ليش؟ لأن هذه الدورة الدموية ما راح تكتمل، ما راح تفطر. إذن هو الطين الحفر مماثل لعمل الدورة الدموية. إنه شنو هذه الدورة الدموية؟ أخذ أكسجين فريش يروح إلى داخل الجسم، يطلع منها نواتج عملية الحفر. شو نواتج عملية الاحتراق بالجسم؟ شنو اللي هو CO2 اللي راح راح نستخرجه عن طريق عملية الزفير. فبالتالي نفس العملية أنا قاعد أستخدمها بعملية الحفر، قاعد أدخل طين جديد. هنا أنا عندي من الماتانك قاعد يدخل عندي طين جديد عن طريق البومب. هذا البومب اللي هنا أنا. البومب شو يسوي؟ عن طريق السكشن أنبوب السحب راح تضخ لي الطين يصعد 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 إلى هنا النقطة هذه اللي هنا. أكو هنا أنا قلم أقدر أسوي غير لحظة. أوكي this one. أوكي. عندنا أنا ثاني هنا أنا الطين موجود بهالنقطة هذه. أوكي. أجل البومب راح أسوي فري لاين. مظلوم. ما بي هذا الأوبشن. anyway. صعد عندي للروتري. هوز من الروتري هوز راح يدخل عن طريق السوفل هذا، راح يدخل عن طريق البي او بي اللي هو هذا الجزء الاحمر، يدخل عن طريق الدرل سترينج، ينزل بالدرل سترينج او يطلع من مد يطلع من السيستم مالتي من الدرل بيت، يروح للفراغ الحلقي ما بين هذا الفراغ الحلقي اللي هنا أنا. ما بين البيت هذا البيت شخصه بالبيت هي الدقاقه او الحفاره اللي انا دا احفر بها. اوكي ازعجت. فهنا الطين ما راح يطلع بهالاتجاه هذا، يعني داخل هذا الكيسينج اللي هنا. ايش راح يسوي؟ راح يحمل الفتات الصخري، يرجع بي وين؟ يرجع بي للشيل شيكر اللي هو عن طريق منا هذا منا انا راح يرجع هيجي عن طريق الشيل شيكر. شنو الشيل شيكر؟ من اسمه الشيل شيكر هو عباره عن مناخل ميكانيكيه تصفي لي الطين من الفتات الصخري اللي موجود بيه. طبعا راح ناخذها بالمود سيستم، واللي انتم اصلا ماخذينها بالمود سيستم بالمرحله الاولى، لكن احنا راح ناخذها بالمود سيستم كمود سيستم خاص بالدرينج فلويد مالتنا. اوكي طبعا هنا ايش عندي؟ انا عندي مجموعه اجزاء، ديسندر، ديسالتر، الديجازر. هاي كل جزء، كل مرحله من المراحل هي مرحله تنقيه. يعني شلون المي مالتنا اللي ناخذه من الشاطئ اوكي وبعدين تروح على منظومه الارو وبعدين يبدون ينقوه، يقول لك هذا مي، مرات المي اللي يشربه بالبطل يقول لك هذا منقى بالاوزون. ف كل ما تزداد عمليه التنقيه كل ما تصير الطين مالك انظف. نفس المبدا يطبقونه على الطين هنا. يعني كل ما استخدم اجهزه اكثر في التنظيف راح انه الطين مالتي يصير انظف وارجع اضخه من جديد. اذا الطين الحفر هو الدوره الدمويه مال عمليه الحفر. بدون طين حفر ما اقدر احفر الا في حالات معينه. ايش وقت لما يكون عندي توتال لوسز؟ بهيك حاله ايش راح استخدم؟ راح استخدم يسمونه درلينج بلايند، انه احفر على عمياوي عن طريق ضخ المي. اوكي لان قاعد يصير عندي لوسز، ما قاعد يرجع عندي راجع على السطح. طلاب صوت واضح؟ لو دا احكي نفسي. اوكي عزيزي جيد. هنا عندنا الدرولينج فلويد هو السياق التاريخي ليش وقت التطور. يعني قاعد تلاحظ التاريخ هنا ايش قد؟ من 1844 اول ما استخدم المي بعمليات الحفر. لا تتصورون عمليات الحفر كانت بالصوره اللي احنا موجوده اللي وصلت لنا الان. بدات بعمليات بسيطه بدائيه، يعني كانت حتى انواع الادوات المستخدمه بالحفر كانت بسيطه جدا، تعتمد على الحيوانات اجلكم الله او على عن طريق الجهد البشري، الى ان صارت اختراع المراجل البخاريه ومن ثم تحولت الديزل الى ان وصلنا للحفر الرحوي الان. والنكست جينيريشن هو راح يصير الاوتوميتد دريلينج اللي هو الحفر التقني اللي everything is automatic، يعني انه انت لا عندك عمال على الرج فلور ولا هم يحزنون، مجرد الات تسوي هاندلنج بينات التولات اللي انت تريد تحفرها وتسوي كونكشن وتحفر دايركتلي، مجرد يعني شخص واحد يعوض عن 10 اشخاص في التحكم بهاي الالات. اوكي فهذا سياق التاريخ مالتنا الى ان وصلت لنا سنه 1903
34 ل 36 اللي يهمني هو انه شوكي تستخدموا البارايت. البارايت هي مادة مثقلة، واكو قصة باختراح انه في احد المرات، والفيديو موجود على اليوتيوب، انه اصحاب المزارع اللي يحفرون ابار بمزارعهم كان اجلكم الله يستخدمون الابقار يفيضون المي بالمزرعة وبعدين يفيضون يمشون الابقار عليها حتى تسوي لك هذا السائل اللي هو شلون الشربت اللي هو طين ومي، بعدين يبدون يضخونه بالبئر. ليش؟ لان الضغط مثل ما شفتوا بالفيديو الاول اللي هو من شركة بي بي اللي بالمحاضرة السابقة، انه لما اضيف مواد لسائل الحفر راح تزداد قوة الدفع حتى شنو ما يصير عندهم كيك. والكيك شنو نقصد بالكيك؟ هنا نقصد بها الرفسة. شنو الرفسة؟ انه مواعي الحفر تبدي تطلع عندي للسطح. اوكي، يعني انا بعد ما مكمل عملية الحفر لكن شنو ما يصير عندي راجع مع العملية مع المواعي. يعني مثلا كان نقول الفورميشن ماتي المنتج للنفط على بعد 150 متر، ماكو هيك شيء، بس هذا جدلا يعني لغرض تبسيط الامور لكم. نقول على عمق 50 صارت عندي كيك. شنو كيك؟ يعني السوائل اللي موجوده بالفورميشن بدها تطلع للسطح والضغط عالي، فراح تعيقني عن عمليه الحفر. فانا ايش لازم اسوي؟ لازم اصل الضغط اعلى من ضغطها حتى استمر بعمليه الحفر. اوكي، فمن ضمن هاي المواد هي ماده البارايت او يسمونها البارايت، اللي هي يعني المشهوره بها شركه هاليبرتون، اول ما اكتشف على ما اتذكر بولايه بنسلفانيا، ومن عندها بدات تتطور سوائل الحفر باضافاتها. اول نوع من كرود اويل ضافوا الاويل سابقا قبل لا يخترعون او لا يتوصلون استخراج النفط، كانوا يستخدمون زيت الحوت، وبالتالي قضوا على كل الحيتان اللي موجوده بالمحيطات. الى ان مستر دريك اتمكن من صناعه برج حفر من يمكنهم من استخراج الزيت الصخري او اللي يسمونه الاويل اللي نعرفه احنا النفط بالشكل الحالي. سنه ال 34 لل 36 اتمكنوا من اضافه هذا الكرود اويل للماد، حسن لي من خواص الطين بشكل كبير لحالات معينه. اوكي، راح نشوفها ان شاء الله في لما نتقدم بالمحاضرات. فهذا السياق التاريخي لاستخدام اطيان الحفر من نشاتها بذب مي الى ان وصلنا يسمونه اكو نوع من اطيان الحفر يسمونه السينثيتيك، اللي هو هذا اصطناعي ما موجود بالطبيعه، لا هو نفط ولا هو اويل. انا اخبط مواد بيناتهم بحيث انه تعطيني الوزن المطلوب اللي اقدر بيه اتحكم على ضغط الفورميشن. ان شاء الله من تبلشون بالمختبرات مهران عمر اذا ما صارت يعني لوك داون ومشينا مع جائحه كورونا والسلاله الهنديه، راح يشوفون هذه الاجهزه. فاول جهاز استخدم لقياس خواص مائع الحفر هو سنه 1937 اللي يسمونه ستاتيك فلتريشن تيست، راح يشوفون هناك بالمختبرات. والجهاز الثاني اللي هو بال 67، شوف الفرق بيناتهم ايش قد، تقريبا 30 سنه ثلاث عقود، اللي هو جهاز اللي يسمونه الريولوجي ميتر اللي هو قياس الليثولوجي مال الطين نفسه بدرجه حراره شنو؟ 200 درجه فهرنهايت واتموسفيريك بريشر. لما يقول لك اتموسفيريك بريشر يعني هو 1 بار او 14.6 بي اس اي. اوكي، الشيء الحديث هسه اللي هو بال 2006 تم اختراعه يسمونه الموديل اي اكس 77، اسمه كاسم جيمس بوند. هذا شنو يستخدم لي الهاي بريشر، سوري انا ما اقدر اكتب بيه، يستخدم الهاي بريشر هاي تمبرتشر، بشوف درجه الحراره قد 600 والبريشر مالته ايش قد 30000 بي اس اي. اوكي، لا بالنسبه للبرولينج فلويد اكو عندنا شغله مانجمنت الشركات بشكل عام، يعني هسه كلكم انتم تسمعون شركات جولات التراخيص، شركات جولات التراخيص، شركات جولات التراخيص يسموها الشركات بشكل عام بالاويل فيلد عندنا نوعين، الشركات المشغله للحقول ويسموها الاونر اللي هي شركات جولات التراخيص، وشركات السيرفيس كومبانيز اللي تقدم
خدماتها النفطية اللي يسمونها سيرفيس كومبانيز. فعندنا شركتين اللي هي شركة المالكة وشركات المقاولات. أوكي، على سبيل المثال شركة شلمبرجر، بيش معروفة بيش مشهورة شركة شلمبرجر؟ سؤال. السيرفيس بروفايدرز. أوكي، سيرفيس، في أنواع السيرفيس اللي تقدمها عندك فكرة عنها؟ لا ما عندي. أوكي، هذا السمن جوب. واحدة من السيرفيس السمن جوب. بعد ما أعرف هذا، لا أعرفه صراحة. شكرا جزيلا. غيرك؟ لا أستاذ، شركة شمبرجر شركة مشغل يعني بيقدم خدمات. اوكي، سيرفيس كومباني لا مو مشغله، المشغله هي اونر، يعني مثل لوك اويل، مثل عندك اكسون موبيل، مثل شركه بي بي، هذه ايش يسمونها شركات، شركه ايني، هاي الشركات المشغله للحقول يسموها الاوبريتر، اوبريتر كومباني. السيرفيس كومباني هي الشركات اللي تقدم خدمات لهي الشركات الاونر. يعني مثلا خلينا نحكي بالبصره، عندنا اكبر حقلين هو الرمير الشمالي والجنوبي. الشركة المطورة إلى من هو؟ شركة بيبي. شركة بيبي من تقول يا ما أنا أريد أحفر مثلاً بئر في النقطة الفلانية، راح تقدم عرض أو تعمل مناقصة، تيجي شركات السيرفيس كمباني. من هو شركات السيرفيس كمباني؟ شلمبرجر، هاليبرتون، وذرفورد، بيكر هيوز، عندك هذه الشركات السيرفيس كمباني. عندك مثلاً أويل سير، ما عندهم أبراج حفر أويل سير، لكن شركات اللي عندها أبراج حفر اللي موجودة شغالة بالعراق تيجي تقدم بيدينج عروض، وبعدين ينحال على الشركه اللي هي تاخذ اوطى عطاءات. اوكي، فمن تحول على هذه الشركه، شركات السيرفيس كومباني اللي هو احنا بصدد الحديث عنها، تقدم لي اطيان الحفر، تقدم لي واحد من زملائكم قال السمن جوب، تقدم لي اللوجينج، اوكي، تقدم لي الكيسينج، تقدم لي الويل هيد، فكل الويل هيدز، اوكي، الكريسماس تري، كل هاي الامور اللي تخص عملية الحفر والبير، هاي شركات السيرفيس هي اللي تقدمها. لكن شركات الأوبريتر هي المالك، هي اللي تستعين بخدمات هاي الشركات بناء على أوطى العروض اللي تجيها من هاي شركات الخدمة. فلذلك يقول لك مفضل إنه دائما يعني شيء بشيء يذكر، بما إنه أنت فريش جراجويت بتروليوم إنجينير، الأفضل لك إنه تبدي مع شركة سيرفيس. ليش؟ حتى تتعلم خلال 3-4 سنوات 5 سنوات ماكسيمم، وراها تعوف السيرفيس كومباني وين تحول للأوبريتر كومباني. ليش الأوبريتر كومباني؟ لأن أنت اكتسبت النولج، عندك دراسة أكاديمية ونولج خلال فترة 5 سنين، فراح أنت تصير مؤهل أنه تشتغل ويتنس. الويتنس شنو هو؟ اللي هو ممثل الشركة على شركات اللي تقدم الخدمة. فأنت تقوم تشرف على شركة شلمبرجر وعلى شركة هاليبرتون. أوكي، فبالدرولينج فلويد مانجمنت عندنا هذا الشركة السيرفيس بروفايدر اللي هي سيرفيس كومباني، والأوبريتر كومبانيز اللي هي لشركات جولات التراخيص. أوكي، طبعا شركة جولات التراخيص عندهم فلويد انجينير، وعندهم دريلينج فلويد انجينير، فعندهم نفس اللي موجود بالسيرفيس، لكن شنو هو؟ مو يقعد يشتغل بيده، شغل إشراف، إكسبيرينس، خبرة. أوكي، لكن السيرفيس كومباني لا، هو هذا اللي ينفذ بيده. يعني فرق ما بين المهندس وعامل البناء، واضح؟ هسه هذا عرفنا احنا الفرق ما بيناتهم. الدريلينج فلويد عاده ما بين هذه تكون شركات السيرفيس هي اللي توفر لي انه شنو هو الكيميكال، اللاب سبورت. ايش يقصدون باللاب سبورت؟ انه مثلا دائما مثلا هسه نقول بالرميله على سبيل المثال، احنا كنا نحفر بالرميله او معفك من الرميله، كنا نحفر بحلفايه، شركه الحفر الاوبريتر هي بترو تشاينا. اوكي، المقاول مال الحفر اللي هو الرق، المسؤول عن الرق واجزاء الرق وكل ملحقات الرق، هي كانت شركه بوهاي. الشركه اللي تقدم خدمه الطين اطيان الحفر شركه بيكر هيوز. اوكي، الشركه اللي انا كنت اشتغل بيها اللي احنا كنا نقدم خدمه الحفر الدايركشنال شلمبرجر. اوكي، الشركه اللي كانت مسؤوله عن تنزيل الكيسينج هي وذرفورد. فتلاحظ اذا عمل البئر هو مو خاص بشركه واحده، اكو شركه تقول لك يابا انا اصمم لك البئر من اي تو زد واعطيك اياه ترنكي مفتاح، اكو شركات تسليم مفتاح،
حسب العقد. لا، واكو شركات شنو، انت على سبيل المثال شلمبرجر معروفه بافضل شركه في مجال اللوج، انا اجيب شلمبرجر، لكن في مجال السمنتينج هاليبرتون افضل من شلمبرجر، راح اجيب هاليبرتون. اوكي، في مجال الحفر كتأجير رقات، رقات الصينية أرخص من رقات الشركات البقية. فبالتالي إذا البزنس أو الإيكونوميك فاليو راح تلعب لي دور باختيار إنه شركات السيرفيس كومباني. كل شركات السيرفيس كومباني وشركات الأوبريتر أكو كامن لانجوج بيناتهم يسمونها هاي الدريلينج فلويد مانجمنت. أنت راح تطيني أطيان حفر، أوكي أنا ما راح أخذ حشايتك رأس مال، عن طريق الناس اللي يشتغلون وياي راح يتأكدون من أطيان الحفر مالتك موافق المواصفات لو لا. أوكي، ذاك الوقت نتصل يعني نوصل المنطقة وسط بيناتنا، اتفق ما بين الانجينيرز مالتي والانجينيرز مالتك، وراح يبلشون بتحديد المواصفات الكيميائية لأطيان الحفر اللي أنا راح أستخدمها لكل سكشن. واضح؟ ولا واضح لحد الآن؟ واضح. فالدرينج فلويد بشكل عام هي تسوي لي various functions that help make drilling operation possible. إذن هي تسهل لي عملية الحفر، وهذا حتى تتم عملية الحفر إحنا عندنا drilling supervisor من الناس اللي موجودين بالريك سايت بالفيلد ويا البريج، يسمونه دريلينج سوبرفايزر المسؤول عن عمليات الحفر، وعندنا الشخص الثاني اللي هو المادن انجينير. فهذول اهم شخصين يتفقون مع بعضهم على شنو البرنامج مات مال الحفر. اوكي، فيكون المسؤوليه ما بيناتهم متبادله، وعاده الدريلينج سوبرفايزر هو اللي يمثل لي الوتنس مال من مال الاوبريتر على السيرفيس كومباني. واضح؟ ليش؟ حتى انه يعرف يتكون عين عليه من على السيرفيس كومباني انه ملتزم بمواصفات البرنامج اللي اني على سبيل المثال اضرب لك مثال، مثلا انه اكو هذا الكيميكلز البارل الواحد مالته، البرميل الواحد مالته كان يقول يكلف لي فد 5000 او 10000 دولار. المادة انجينير فهله ويريد يصعد بالشركه انه مفروض على سبيل المثال انه يخبط ماده بنتونايت او ماده معينه، انه مثلا بس سوي لي فوم بداخل الطين فقاعات، المفروض انه يوميا حسب الحفر يخبط لي برميل. العينتين شو يسوي؟ يغلس، ما يلتزم بالبرنامج. فمنو اللي لازم يشرف عليه حتى يفرق لي الشركه مالته؟ اللي يشرف عليه هو الدريلينج سوبرفايزر، انه يشوف انه السيرفيس كومباني ملتزمه بالمواصفات اللي انا رايدها ولا. اوكي، فهاي واحده من اهم الخواص اللي يسمونها الدريلينج فلويد مانجمنت. ليش؟ لان هاي كلف، اي ماده انت تضيفها او ما تضيفها كلف. مرات في بعض الاحيان انه يصير عندنا توتال لوسز مو من ضمن البرنامج اللي احنا متفقين به مع شركه اللي توفر لنا اطيان الحفر، فنطلب منهم ماده راح يسوي اوردر للشركه مالته ويجزونه يدزونها للريك سايت حتى نضيفها حتى توقف لي فقدان سواء الحفر للحفره. فهذا شنو تعتبر كلف اضافيه ويتم الاتفاق عليه. اذا الدريلينج سوبرفايزر هو العين مال من مال الاوبريتر على السيرفيس كومباني. اوكي، وطبعا هي هنا عاده هنا احنا شغل جماعتنا هو على البركه ما بين الماد انجينير والكومباني مان او الدريلينج سوبرفايزر، اقصد بالنسبه للرقات العراقيه. اوكي، اهم الفانكشن اللي راح تقوم به هي قلنا اول وحده ايش راح تسوي لي؟ تستخرج لي نواتج عمليه الحفر من الحفره، هاي واحد. زين، طلعت نواتج عمليه الحفر، من راح توصل للسطح المفروض شنو؟ المفروض تسوي لها ريليس شلون؟ مثل ما شفنا عن طريق هذه المصفيات مال عن طريق هذه الأجزاء الوحدات هذه شو راح تسوي؟ راح تصير عمليات تنظيف للطين حتى توخر الفتات الصخري اللي موجود بالطين وترجع الطين نظيف من البداية، مثل الفلتر مال البيت إذا عندك منظومة مال مي تربطها على الأبي
فالمي اللي راح يجي يطلع لك من الجهه الثانيه ويطلع لك مي نظيف صالح للاستعمال. اوكي، الطين اللي خارج منه انا اللي راح يروح للمات تانك راح يكون طين نظيف اقدر استخدمه لي ارجع حقنه بالبئر حتى انه استخدمه بعمليات الحفر. اوكي، عندي هنا كنترول فورميشن بريشر، واحده من الوظائف الرئيسيه انه انا من احفر ايش راح يصير عندي. عاده الحفر بالعراق، ولو هو انه هذا الموضوع ما فيه راح تاخذوه ان شاء الله بموضوع الحفر، لكن اوكي هو مقدمه له، بس احب انوه على نقطه معينه انه هذا الدريلنج فلويد بالنسبه لجامعه بغداد وجامعه تكنولوجيا وبقيه الجامعات اللي مثلا جامعه كربلاء وغيرها واللي يدرسون مواد الحفر ياخذوه، الدريلنج فلويد هو من ضمن ماده الحفر، لكن احنا جامعتنا ضمن تقسيمات جامعتنا هو كورس بوحده. اوكي، فبالتالي يشوفه متداخل، فلذلك اللي ياخذ هذا الكورس ككورس منفرد لازم يشرح عن اوليات ايش يقصد بالفورميشن بريشر، ضغط الطبقه. لما نقول فورميشن بريشر ضغط الطبقه، يا طبقه الطبقه المنتجه اللي انا انتج من عندها او الطبقه اللي دا احفرها هسه حاليا. اوكي، هذا الضغط منين جاي؟ الطبقات راح تكون على سبيل المثال تكون بهالصوره، بهالصيغه هاي. اوكي، طبقات عندي هنا البورس الصغيره اللي هي المسامات راح يكون بها فلويدز، وهذا الفلويدز راح يكون محصور بضغط. ليش؟ نتيجه ضغط الدفن، هذا الارتفاع منه اللي هنا راح يولد لضغط، جزء منه راح يتحمله من هو السكيلتون او الحبيبات السويلز الجرينز، وجزء منه يتحمله الفلويد اللي موجود داخل هاي المسامات. اوكي، هذا الفلويد اللي موجود هنا من انا ابدا احفر الحفره مالتي هنا، ابدا من سويت الحفره مالتي هنا على سبيل المثال هنا، فهنا صارت منطقه يقدر انه يندفع بها هذا السائل اللي محفور الى الحفره اللي انا دا احفرها. اوكي، فراح يندفع بضغط اعلى من الضغط اللي انا دا احفر به، وبالتالي لازم انه ضغط السائل اللي ضغط الطين اللي انا دا احفر به يكون اكبر من ضغط الفورميشن. وعاده يعني هو ماكو رقم ثابت، لكن بما من خلال التجربه وخلال هاي ال 40 سنه اللي دا يحفرون بها بالعراق، يعني انه دائما ضغط الفورميشن ضغط سائل الحفر اعلى من ضغط الفورميشن ما بين 150 الى 200 بي اس اي. اوكي، من 150 الى 200 بي اس اي يكون اعلى من ضغط الفورميشن. ليش؟ حتى ما يصير عندي اندفاع لسوائل الطبقه باتجاه الحفره اللي انا دا احفر، حتى ما يصير عندي اندفاع. اوكي، وراح نشوفه سيل بيرمبل فورميشن. هنا ايش راح يسوي؟ راح يكون لي طبق الطين، راح يكون لي طبقه ضعيفه رقيقه يسمونها فلتر كيك او كعكة الطين، اللي هي طبقة رقيقة تمنعني طين الحفر من انه يروح للفورميشن بهالاتجاه هذا. اوكي، هذا الطبقة راح تكون هنا يعني تمنع تتشكل على جدران البير حتى تمنع مرور سوائل الحفر من الحفرة اللي انا احفر بها باتجاه الفورميشن. الشيء الثاني تحافظ لي على الوول بور ستابيليتي. ايش اقصد بها؟ انا من دا احفر حفرة دائرية، ولو هي مو دائرية سوري، خلينا نقول دائرية. أكون هنا عندي شيبس، أوكي ذيس وان، هذا أحفر حفرة دائرية، هاي شنو بيرفكت، يعني إنه يسمونها إنجيج، يعني شلون دائرية 100%. لكن مرات نتيجة إنه دا أحفر هاي الحفرة ما تروح أصل بهالشكل هذا، فبهيجي حالة إيش لا أسوي؟ لازم الضغط اللي موجود هنا يكون يحافظ لي على على الشكل ماتي اللي انا راسمه، يعني لازم يكون دائري. لكن هذا شنو يسمونه الوول بور ستابيليتي، استقراريه الحفره اللي انا دا احفرها، يعني لحد ما اوصل انه انزل الكيسنج بحيث يصير هاي الجدران الحفره تستند على الكيسنج، وبالتالي ما يصير بها اي كولابس، راح نشوفها بالتفصيل.
هنا أنا عندي الشغلة الثانية إنه سائل الحفر الجيد اللي هو ما يغير لي ما يسوي لي دمج للمكمن. شو يقصد بيه دمج للمكمن؟ أنا هذه الحفرة اللي دا أحفرها هنا دا دائرة دائرة عادة بالمكامن عندنا إنه طين الحفر بما إنه إحنا اتفقنا أطيان الحفر أو إنه طريقة الحفر بالعراق هي أوفر بالانس. لما يقول لك أوفر بالانس معناته إنه ضغط الفورميشن ضغط سائل الحفر أعلى من ضغط الفورميشن. أوكي؟ فمعناته إنه شنو هي؟ عادة إحنا السوائل منين تنتقل؟ تنتقل من منطقة الضغط العالي إلى منطقة الضغط الواطئ. صحيح ولا؟ يعني من تنتقل من الحفرة اللي أنا دا أحفرها باتجاه الفورميشن. فأنا بهيك حالة راح أصمم أطيان حفر تقلل لي من هاي العملية الانتقال من منطقة الضغط العالي إلى منطقة الضغط الواطئ عن طريق شو يسمونه السيل بيرمابول اللي يسمونه كعكة الطين أو الفلتر كيك. أهم وظيفة هي تسوي الكول والبريكيت والسبورت ذا بيت أندريلك أنسبولي. هاي طبعا راح نشوفها بالتفصيل بس هذا سأنتقل عليها. أهم شيء اللي هو ينقل لي شنو الهيدروليك إنرجي تو تولز أند بيت. تولز إن شاء الله بد راح توصلون مرحلة ثالثة راح تأخذون بمادة اللوك. شنو اللوك؟ الجس اللي هو يقيس لي خواص الفورميشن اللي أنا موجودة منها من ضمنها بوروسيتي بيرمابولتي واتفر إيش عندي أنا من خواص أنا موجودة بالفورميشن أقدر أقيسها أو الكهربائية مال الفورميشن. فأكو عندي تولات تشتغل على طين الحفر. شنو طين الحفر؟ طين الحفر من يفوت بها راح يدور التوربين اللي موجود بها وبالتالي تبدي تشتغل هذه التولات. فأنا لازم استخدم طين حفر يشغل لي هاي التولات يتوافق مع هذه التولات وينقل لي القدرة ماتي اللي أنا ريتها للبيت. اللي شيء الأهم هذا إن شاء الله هم نفس النقطة السابقة إنه شنو إنشور أديكوايت فورميشن إيفالويشن. إنه أنا لما أخذ لوك ما يغير لي أنا من أحفر بطين حفر ما أريد أغير للخواص الفيزيائية أو الكهربائية للمن للفورميشن اللي دار مدار الحفرة. ليش؟ أريد أكون متوافق وياها بدون ما يغير عليها. ليش؟ لأن أنا قلنا إحنا دائما نحفر بشنو أوفر بالانس والأوفر بالانس معناته ضغط السائل ماتي اللي أنا دا أحفر به أعلى من ضغط الفورميشن. وقلنا بالعراق عادة نستخدم ما بين 150 إلى 200 PSI وبالتالي السائل دائما ينتقل من منطقة الضغط العالي إلى منطقة الضغط الواطي. وبما أن الفورميشن هو منطقة الضغط الواطي فحركة السوائل راح تكون من الحفرة ماتي اللي أنا دا أحفرها للفورميشن. وهذه الحركة حاصلة إلى أن تتكون عندي الفلتر كيك كعكة الطين على جدران البير. فأنا إيش راح أسوي؟ أحاول إنه أصمم طين يكون بخواص شبيهة الخواص ما تأثر على الفورميشن من نقيسها. الشيء الثاني هو الكوركشن كروجين وليس الكوركشن. كروجين هو التآكل اللي يسبب الأنابيب راح نشوفه. أهم شيء إنه الطين اللي أنا أصممه حفرت البير وكملت ونزلت البطانة هسه أريد أسوي عملية السمتة أو السمنت أثبت هذه البطانة بجدران البير أنه لازم يكون هذا الطين شنو قابل للإزالة وليس يصير عندي ستاك ثابت وبالتالي راح يأثر على عملية التسميت. Partial support of the lens string and casing weighting هاي راح نشوفها بالتفصيل واحدة واحدة. قلنا الخطوة الأولى أنه هذا سائل الطين اللي راح يفوت عن طريق الأنابيب ويطلع لي من البيت منا شو راح يصير؟ راح يصير يشيل النواتج عملية الحفر ويرجع ليها للسطح راح يوديها للهزازات وبعدين يوديها للديجازر واللي يوديها راح نشوفها إن شاء الله في موضوع الماس سيركليتنج سيستم. إذن الوظيفة الأساسية هي شنو تشيل النواتج عملية الحفر. قد تسمعني إنه أحكي عن ريولوجي اللي هو شنو ديفورميشن هو علم دراسة الديفورميشن اند فلو ماتر انه اوف ماتر انه السوائل اثناء الحركة راح تتغير او الحركة او انه يصير تسلط عليها قوة. دراسة تأثير الحركة على السوائل يسمونه علم الريولوجي. اوكي طلاب وياي؟ اوكي. طبعا مثل ما مضحك هناش قايل لك انه عمليه الترانسبورتيشن او الريموف كاتنج فروم ذا ويل تعتمد على الكاتنج سايز حجم نواتج عمليه الحفر
واللي تختلف باختلاف نوع الدقاقة أو الحفارة اللي ذا أحفر بيها. الشيب شكل هاي النواتج مطحون يعني يكون ناعم هيك صغير لو شكله بالطول، هاي شخصت بيها نواتج عملية الحفر، لو يكون دائري كل واحد منها لني يعطيني دلالة معينة. إذا كانت عملية الحفر ما تصحيحة أو عندي مشكلة بالحفرة اللي أنا دا أحفرها، أوكي؟ بالإضافة إلى الدينسيت ماتي، الشخص بيها الدينسيت الكثافة، كثافة طبعاً هذا شنو عندي إنجينيرز أنا قاعد يحلل كل متر قاعد أحفره، يأخذ من عنده سامبل ويقعد على المجهر، شلون المجهر أنا مع التحليلات المرضية، يقعد يعطيني خواص هذا النواتج عملية الحفر، يقول لي يا بن مثلاً إحنا وصلنا هسه شيل قاعد نحفر بالساند أو قاعد نحفر فورميشن يسمونه الدولومايت او لايمستون، بناء على شنو؟ بناء على التحليلات اللي قاعد يسويها. اوكي، ايضا عمليه الحفر تعتمد عليها من على الانولار اند سليب فيلوسيتي، راح نشوفه. الانولار اللي هي يقصد به الفراغ الحلك ما بين منا لهنا، هذا ايش يسمونه؟ انولار. اوكي، هذا منا لهنا يسمونه الفراغ الحلقي، هذا يسمونه انولار، الفراغ الحلقي المحيط به انابيب الحفر، هذا اللي يسمونه بي اتش اي او انابيب الحفر. اوكي، السليب فيلوسيتي هي سرعه الانزلاق، راح نعرفها، ويعتمد على المد فيلوسيتي الفيسكوسيتي. المد فيسكوسيتي لزوجه الطين، اذا زادت لزوجه الطين ايش راح ياثر لي، واذا خفت لزوجه الطين ايش راح ياثر لي على الكاتنج. والريولوجي اللي هي دراسه الطين اثناء التشوه او الحركه. فأول مصطلح إنه راح نتعرف عليه هو الأنولار فيلوسيتي، هي السرعة هذه السهم الصاعد. أوكي، هذا تمثل لي شنو؟ الأنولار فيلوسيتي، السرعة وين؟ سرعة الطين بالفراغ الحلقي خارج هذا، سموه هذا البيت، الطين طلع من هنا وراح للأنولار، فسرعة الطين داخل الأنولار يسمونه الأنولار فيلوسيتي، وتقاس بالفوت لكل منت. طبعا هي شو تمثل لي؟ تمثل لي الاوتبوت مال البام اللي هو بارل لكل منت على الانولار كاباسيتي، اللي هو قلنا دائره. الانولار كاباسيتي هو عباره عن اذا امثله هذه دائره، دائره ثانيه وتعدد المركز. اوكي، فهذا السرعة هنا، سوري، السرعة هنا، هذا يسمونه الفراغ الحلقي إذا دابوا على البير من فوق، يعني يسمونه التوب فيو. أوكي، فش تمثل لي؟ تمثل لي الأنولار كاباسيتي اللي هي البارل لكل فوت، بارل ويبارل ويروح، شي صار عندي فوت لكل منت. إن شاء الله راح نأخذ هذا ورقة وقلم وأمثلة وحسابات، راح الفكرة تتعمق عندك اكثر. اوكي، اذا هسه عرفنا مصطلح الانولار فيلوسيتي هي سرعه الطين ورا ما يغادر الدروب بيت ويصير بالفراغ الحلقي. اوكي، زين، هاي ايش فيها هاي السرعه؟ سرعه ضروريه جدا. ليش ضروريه؟ انه لازم اعرفها، لان عليها راح ينبني هواي امور. اذا قلت هذه السرعه راح شو اقول لك؟ إذا صارت عندي wash out vertical or near vertical hole section the annular velocity may be less than the slip velocity. عادة القانون مالتنا rule of thumb الانولار velocity لازم تكون أكبر من السليب velocity. أوكي، ليش؟ لأن واحدة بالاتجاه الأعلى اليمينية، واحدة بالاتجاه الأسفل. طلاب، هاي السرعتين الأنولار فيلوسيتي والسليب فيلوسيتي هي سرعتين أو قوتين باتجاهين متعاكسة. السرعة الأولى اللي هي الأنولار فيلوسيتي اللي ترفع لي نواتج عملية الحفر باتجاه السطح، اللي هو بهذا الاتجاه، هذا السطح. أوكي، القوة الثانية اللي تنزل لي اللي يسمونها السليب فيلوسيتي اللي تنزل لي نواتج الحفر باتجاه الحفرة وتخليها تجمع بالحفرة يسمونها السليب فيلوسيتي. فأنا حتى يصير عندي
الطين قادر على رفع دواء نواتج عملية الحفر لازم تكون الأنولار فيلوسيتي هذه الأولى أعلى من الثانية. وهذا شيء منطقي إذا فرضنا أنه هسه هذه مالتنا نواتج عملية الحفر خلينا نقول إحجارة. أوكي أكو سؤال استفسار شنو دوشت فضل بالضبط بالفراغ الحلقي فإذا كانت الأنولار فيلوسيتي يعني رقم واحد أعلى من اثنين هذه الحالة اللي إحنا دائما نبحث عنها أمورنا تمام وما عندنا أي مشكلة. لكن هذا مو على طول الويل بروفايل راح يكون الأنولار فيلوسيتي أعلى من السليب فيلوسيتي. أكو مرات سكشنز تصير بيها اثنين أكبر من الواحد اللي هي شنو السليب فيلوسيتي أكبر يعني هذا يكون اثنين أكبر من الواحد يعني السليب فيلوسيتي هنا أعلى من الأنولار فيلوسيتي راح تولد مشاكل أنواع مشاكل من ضمنها البريجينج. شنو البريجينج؟ أنه تبدي تتجمع نواتج عملية الحفر أنه الطين غير قادر على رفع نواتج الحفر يوصلها للسطح وبالتالي وين راح تتجمع؟ تتجمع بالحفرة. أوكي هذا البريجينج أنه أوكي يخلي لي السترينج ماتي خيط الحفر اللي أنا داعي أحفر بيه يفتر لكن ما أقدر أصعد اللي فوق أو نزله للأسفل. ليش؟ لأن سوى مثل البريج عليه يتجمع عليه دائرة مدائرة أو يسوي الفلاب. إنه شنو الفلاب؟ إنه يبدي يبني دائرة مدائر البيت إلى أن يصير عندي طبعا كل واحدة من هذا النيل البريجينج أو الفلاب تؤدي إلى الستيك باب. الستيك باب استعصاء الأنابيب هذا موضوع بحد ذاته. فقاعد تلاحظ إنه الأنولار فيلوسيتي إذا أقلت من السليب فيلوسيتي كل مشاكل الحفر راح تبدي تظهر عندي تدريجيا. أوكي فلذلك دائما بالويل ديزاين او اتفقنا انه هذا الكورس يأهلك انه انت تشتغل دريلينج انجينير وبنفس الوقت ماد انجينير. فاذا انت ماد انجينير دائما حاول قدر الامكان انه بحساباتك تعطي سيفتي فاكتور عالي بالنسبه للانيلر فيلوسيتي تكون اعلى من السليب فيلوسيتي كحسابات. اوكي هاي الحسابات شلون راح تتوصل لها ان شاء الله راح ناخذها في المحاضرات اللاحقة إن شاء الله. أوكي واحدة من الأمور مثل ما ظهر عندك بالصورة اللي تأثر لي على عملية نقل الفتات الصخري نواتج عملية الحفر هي المد فيسكوسيتي لزوجة المد. طبعا هنا أنا استعرض لك بصورة ما بين المي والعسل. طبعا المي اللزوجه ما شو تقول اللزوجه ما اذا تقارنها بالعسل لا شيء. صحيح انه انت مثلا تخلي ايدك بالمي راح يبقى طبقه خفيفه من المي على ايدك لان تنشفها، لكن العسل تحس بلزوجه العسل يعني لزوجه المي غير محسوسه بالنسبه لك لكن العسل محسوسه. اوكي فانا راح السؤال موجه لكم هنا طين الحفر ايهما افضل؟ سأل طين حفر لزوجته لزوجة المي لو سأل طين حفر لزوجته لزوجة العسل. دكتور ممكن أجاوب؟ جاوب عزيز جاوب. دكتور يكون الزوجة مالته عالي حتى يسوي ريموف يعني أكثر. أوكي. أسأل. أقفل المايك ما تكن أسترسل. أوكي أسأل. مسلم يقول لازم سائل الحفر لازم يكون لزوجة مادة عالية حتى شنو حتى يساعدني برفع الفتات الصخري. زين بعد هذا الرأي الأول رأي الكل متفقين على هذا الرأي لو أكو أستاذ أنا عندي رأي أستاذ فضل أستاذ يعني المفروض الفسكوسيتي مالته ما تكون كلش عالية هو تكون ملائمة لأن إذا كانت الفسكوسيتي كلش عالية ممكن يعني يصير عندي اسحب الفورميشن يعني ابدا اكسر الطبقات مثلا اذا عندي يعني شلون اوضح لك يا استاذ مثلا اذا صار عندي سولنج بالكلي وانا عندي هاي فيسكس مات بعدين من اريد اصعده يعني راح يسوي واش اوت للمنطقه اللي بها سولنج فيعني راح يصير عندي واش اوت فبالتالي هم يصير عندي مشكله او تولد لي فلتر. اوكي انا وياك انت ذكرت نصف الإجابة صح والنصف الثاني استرسلت بها تحتاج إلى توضيح.
بداية نعرف السولينج، ايش تقصد بالسولينج؟ استاذ السولينج مثلا انا اذا عندي كلي، الكلي هاي راح تبدي تمتص يعني مواد بطين الحفر، فراح تنتفخ يعني، فراح يصير يعني عندي منطقه الدايمتر مال الهول راح يصير أوكي. اصغر من المنطقه اللي حفرتها انا. لا اوكي، من اذا صار عندي سولينج اوكي زين. واذا كيفينج استاذ؟ اذا كيفينج يعني هذا الزياده بالسولينج يعني هي نفسها نقصان بالدايمتر، يعني بدل ما صار عندي زياده انتفاخ لا راح يصير عندي حفره داخل البير. اوكي صاني جيد 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 اوكي. هسه ما بين الرايين، أو واحد من الطلاب يقول احنا كل ما تزداد الفيسكوسيتي تزداد انه تزداد عمليه تنظيف البير، وهذا شيء نوعا ما صحيح. الراي الثاني يقول لا، الفيسكوسيتي لازم تكون ضمن حدود. اوكي ليش؟ لان هذا راح ينتج عنها مشاكل. اهم حقيقه الرأي يعني الراي الوسط ما بين الرايين، انه الفيسكوسيتي لا احاول قدر الامكان اروح بهاي فيسكوس مات، وبالتالي انه تولد لي مشاكل. اهم مشكله انه انا حتى لازم افكر بيها، لما استخدم طين ذو لزوجه عاليه، زين على سبيل المثال انه انا قاعد استخدم طين لزوجه ما تمثل لزوجه العسل، لازم افكر انه هذا حتى انزله مسافه كيلو، مسافه 1000 متر ويرجع لي للسطح، لازم افكر بالداينامو اللي قاعد يحرك لي هذا الطين اللي من السطح للاسفل القعر البير وبعدين يرجع لي. هذا الداينامو اللي هو مضخة الطين، لازم بهيش حالة استخدم مضخة ذات ضغط عالي حتى شنو؟ حتى اضخ هذا السائل ذو اللزوجة العالية. صحيح لو لا؟ يعني ثاني اذا احفر بنفط، طبعا هذا مثال خيالي، ماكو احد يحفر بنفط، وبيتومين، نسيت اسم البيتومين اللي نزفت بسطح، شو اسمه طلاب ساعدوني؟ جير. اوكي قار او جير. اوكي اكيد انه جير اللزوجه ما تعالي، صحيح ولا لا؟ وبالتالي حتى حركها هذا لازم يحتاج لضغط عالي حتى اضخه. بهيش حاله لما انا اصل الضغط عالي على الفورميشن راح تولد مشكله ثانيه، انه هذا الفورميشن اعتباري شنو؟ يتكسر. ليش؟ لان احنا قلنا نستخدم ضغط اعلى من ضغط الفورميشن بحدود ايش قد؟ من 150 الى 200 بي اس اي، مو صحيح؟ حتى اقدر احافظ على شنو؟ انه ضغط الفورميشن ما يتجاوز ضغط الطين اللي انا استخدمه. لكن بس اذا اروح زايد استخدم سائل طين ذو لزوجه عاليه، لازم استخدم مضخه تضخ بضغط عالي. اذا استخدمت المضخه اللي تضخ بضغط عالي ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي كراك للفورميشن، وبالتالي من يصير عندي كراك، الصوره موجوده هنا بس نستعيرها اوكي. هنا لما هذا طبعا هي بغض النظر عن العنوان الموجود على الصوره، بس انا حتى اوضح لك طلاب لحظه بين ما الباع المتجول يمر من يمنا. طماطه اوكي خلصت الطماطه نرجع. ف عندي هنا شنو؟ انا قاعد استخدم سائل حفر ذو لزوجه عاليه جدا، بالتالي حتى انا ادفع للهول راح استخدم ضغط عالي عن طريق المضخه اللي يتحرك. هذا الضغط قد يتجاوز تحمل الفورميشن، وبالتالي شيء يمثل لي يسوي لي كراك بالفورميشن. اذا صار عندي كراك بالفورميشن بهيك حاله ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي لوسز. اذا اللزوجه ضروري ضمن رينج معين بحيث انه ما يصير عندي ما تكون خفيفه جدا بحيث نواتج عمليه الحفر تتجمع بالحفره، ولا عاليه جدا بحيث انه استخدم ضغط مضخه عالي بحيث انه يكسر لي الفورميشن، وبالتالي يصير عندي توتال لوسز، ما يصير عندي راجع بالطين على سطح. اوكي فبالتالي شو يسوون اللزوجه؟ دائما يحاولون يخلونها بالوسط، وسطيه، لا هي خفيفه جدا انه تنفخ عليه ويتحرك سائل الحفر، ولا انه استخدم مضخه ذو ضغط عالي حتى احرك. خير الامور اوسطها، تكون شنو حسب الفورميشن اللي انا داعفر
عربي. اوكي، لذلك عاده يعني اثناء عمليه الحفر ان شاء الله وراح تاخذوها بالكورس مال الحفر، شو يسوون؟ يسمونه اكو نوع من الاختبارات يسمونه الاف اي تي فورميشن انتجريتي تيست، انه يا ضغط تتكسر بالطبقه، يبدون يسلطون ضغط 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 على الطبقه الى ان تبدي تتكسر، يقول لك ها يابا ثبت ثبت عند هذا الضغط الفورميشن راح يبدي يتكسر، وبالتالي انا لازم اسوي ضغط طين اقل من هذا الضغط حتى شنو ما يصير عندي تكسر بالطبقه. واضح طلاب؟ ارجع للموضوع مالت ابو العسل والمي. اذا اللزوجه مالتي لازم تكون كنترول، كنترول بناء على البيئه اللي انا داحفر بها ونوع الفورميشن اللي انا داحفر به. اوكي، لا هي لزوجه عاليه جدا ولا هي لزوجه خفيفه، ليش؟ حتى تحقق لي الغرض بازاله عمليه نواتج الحفر اللي يسمونه الفتات الصخري. اوكي زين، هذا تفضل استاذ، انت مو راح تخلي كيسينج للبئر؟ يعني استاذ سوى بطانه للبئر على مود ما يصير بيه استاذ على مود ما تتهدم الطبقات ملاته. زين استاذ، هذا الكيسينج ما يحمل البئر؟ ما يحمل البئر من انا اسلط ضغط عالي او اسلط سائل حفر يكون اللزوجه مالته عاليه، شايل بطانه يعني ما راح تحمل البئر حتى لو صار تهدمها؟ اوكي اوكي، واضح 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 عزيز، واضح واضح. وين مسلم؟ انا من احفر المقطع خصوصا بعد ما بلشت بالمقطع الاول، المقطع الاول اللي هو تقريبا 30 الى 90 متر، اوكي؟ يعني 90 متر لا شيء بالنسبه لعمليات الحفر، بس اذا انا قاعد احكي لك على مقطع طوله مثلا 1200 700 متر او 500 متر، من 500 وشيل ايدك، اوكي؟ هاي ال 500 متر مو كل الفورميشن فورميشن واحد، طبقات هي، يعني كانما هي شلون سجاده على سجاده ثانيه، اكو طبقه السمك مالتها 15، اكو طبقه السمك مالتها مترين، اكو طبقه السمك مالتها 3 امتار، اكو طبقات حتى ما تشوفها عن طريق اللوك. ليش؟ فالانترفول اللي انا بدي احفرها قبل لا انزل البطانه هي راح تحدد لي انه انا ما اقدر اروح بهاي فيسكوسيتي مات. يعني انا لما احفر انترفول ب 100 متر مو مثل ما احفر انترفل ب 700 متر، ليش؟ لان اتوقع انه هاي الانترفل ال 700 متر بها على سبيل المثال فد ثلاث اربع طبقات مختلفه الفورميشن، وبالتالي انا لازم احقق الاف اي تي اللي هو الفورميشن انتجريتي تيست مال كل طبقه حتى ما يصير عندي توتال لوسز. ولذلك ما على سبيل المثال خلينا نقول صار عندي توتال لوسز، انا محقق مال الاف اي تي مال كلهن لكن اكو طبقه منهم ضعيفه صار بها كراك وبدت سائل الحفر مالته وين يروح بالفورميشن، شلون اعالجها؟ اكو نوع من العلاجات، وحده من المشاكل عمليات الحفر يسمونها سمنت بلاك، حشوه. شنو الحشوه؟ ايش راح يسوي؟ راح ينزل سمنت يبطن هاي المنطقه لان ضعيفه قبل لا ينزل البطانه، ويعوف تصلب وورا ما صلبت يرجع يحفرها بس حتى شنو يدعم جدران هاي المنطقة اللي موجود بها الفورميشن الضعيف. الفورميشن الضعيف اللي يصير بيه كراك. اوكي؟ فالحد ما اوصل على سبيل المثال انه انا الكوندكتر كيسينج مالتي الطول مالته 1200، الحد ما اوصل لل 1200 يلا بعدها ابدا انزل البطانه وبعدين انزل السمنت بالفراغ الحلقي اللي يربط لي البطانه بجدران البير. واضح مسلم؟ واضح استاذ، شكرا. اوكي، فقلنا هنا انكريزنج ماد فيسكوسيتي ايش راح يصير؟ راح يزيد البامب بريشر اللي هو اللي يستخدم للسيركوليتنج مال المود. هاي بريشر on the walls of the hole may result in losses of circulation اللي هو احتمالي راح يسوي لي كراك بال ويسوي لي total losses. اوكي اذا مثل ما قلنا، اذا الانولار فيلوسيتي
لازم تكون أعلى من السليب فيلوسيتي حتى نحقق هذا الغرض اللي قلناه. أوكي، الكاتنج سليب فيلوسيتي هي القوة اللي تجذب لي نواتج عملية الحفر باتجاه القاع، باتجاه الحفارة الدقاقة، حتى تجمع هنا على رأس الحفارة. قلنا إحنا مو عندنا باتجاهين متعاكسة، القوة باتجاه الأعلى والقوة باتجاه الأسفل. القوة بالاتجاه الأسفل هي الكاتنج سليب فيلوسيتي اللي نحسبها عن طريق ستروكس لو. ستروكس لو شو يقول لك؟ كي اللي هو الثابت، الدنسيتي مال الكاتنج ناقص الدنسيتي مال الفلويد مضروبة في الدي اللي هو الأفريج دايميتر أوف كاتنج. طبعا هنا شنو الأفريج دايميتر؟ لأن نواتج عملية الحفر راح تكون حبيبات مختلفة. بشي يسوي؟ يأخذ له سامبل، نقول 1 سنتيم في 1 سنتيم، أو أنه مثلا 3 سنتيم في 3 سنتيم، ويحسب الأفريج مالتهن مال الدايميتر، ويقول لك هذا الأفريج دايميتر مقسوم على الفيسكوسيتي راح يعطيك شنو هو الكاتنج سليب فيلوسيتي. وعادة قلنا احنا دائما لازم الانولار فيلوسيتي اعلى من هذا المقدار، تتولد لي عندي مشاكل الحفر اللي موجودة اللي ذكر. هذه نواتج عملية الحفر، دي تلاحظ هاي الصورة، هذه نواتج عملية الحفر. هذا طبعا شنو هذا الشيكر اللي هو الهزاز مثل المنخل مال اللي موجود بالمطاحن. اوكي، شو يسوي؟ يهتز، هذا حركه تردديه، ذهاب وعوده ذهاب وعوده، ينخل لي الطين اللي طالع من عمليه الحفر، بحيث انه شنو نواتج عمليه الحفر تتجمع هنا ويرجع الطين نظيف للجهه الثانيه. هنا صوره توضيحيه انه شلون طين الحفر يبدي يشيل. طبعا هنا طبعا انت الصوره شنو هذا؟ فيرتيكال هوريزونتال، هوريزونتال اتش الوال بورماتي هوريزونتال. اوكي، سوي اتش هوريزونتال، فهنا بهالاتجاه قاعد يتحرك المد وقاعد يشيل من نواتج عمليه الحفر. هذه الصوره هنا مثل ما مبين هنا. هذا اللي قلت لكم عليه اللي ذكرته، الكنترول مالتنا الفورميشن. شو راح يكون كنترول الفورميشن؟ عندنا الحفر قلنا بالعراق شنو هو؟ اوفر بالانس. شنو الاوفر بالانس؟ انه ضغط الطين النازل او ضغط الطين بالفراغ الحلقي اعلى من ضغط الفورميشن هنا. اوكي، وبالتالي حركه السوائل ايش راح تكون؟ من الهول باتجاه الفورميشن، مثل ما بين عندك هنا باللون الاحمر، الطين راح يبدا ينتقل من الهول باتجاه الفورميشن. تشوف انا هنا هذا نهايه الكيسنج، اقصد هنا بالاوبن هول حركه الطين. اوكي، عندنا نوع ثاني من انواع الحفر يسمونه الاندر بالانس. الاندر بالانس انه شنو؟ ضغط الطين اللي انا دا استخدم هذا يكون اقل من ضغط الفورميشن، وبالتالي حركه السوائل من راح تكون من الفورميشن هذا اللون الاحمر باتجاه شنو؟ باتجاه البور. اوكي، طبعا شنو فوائد انه انا استخدم الاوفر بالانس؟ هذه الفوائد مالته، اتحكم بضغط السوائل اللي موجود بالفورميشن، ما اريدها تندفع لي للحفره اللي انا دا احفرها، اريدها تكون باقيه ثابته في مكانها. اوكي، الشيء الثاني انه ما اريد يصير عندي لوست للسيركوليشن. شنو اللوست للسيركوليشن؟ انه لما تبدي عندي هذه الطبقه تشقق، اذا شققت ايش راح يصير عندي؟ طين الحفر ما راح يرجع للسطح، راح يروح بالفورميشن. اوكي، طبعا انا لما احفر اوفر بالانس حتى احافظ على شكل الهول مالتي، الهول انستابيليتي، انه اخليه حتى ما يصير عندي كولابس، حتى ما تنهدم على بعضها جدران البير اللي انا حفرها ما تنهدم على بعضها، وبالتالي ايضا ما يصير عندي ستك بايب. اذا صار عندي كولابس ايش راح يصير عندي؟ استعصاء للانابيب، وبالتالي ما اقدر احركها اب اور داون. اوكي، هاي واحده من المشاكل اللي تصير عندي. نعم استاذ، سؤال تفضل. بالاوفر بالانس نعم، الضغط يعني على من ضغط الطبقات، هل ما حيسبب يعني حدوث تكهفات او يعني حيسوي دمج للفورميشن؟ لا، هو يسبب لك دمج للفورميشن، لكن هذا الدمج للفورميشن اندر كنترول. اذا تشوف النقطه اللي بعدها هسه سيل بيرمابل فورميشن، هاي اللي توقف لك عمليه الهجره ما بين طين الحفر الى الفورميشن عن طريق شنو؟ تكوين طبقه ضعيفه يسمونها الفلتر كيك، راح تشوفونها بالمختبر ان شاء الله. شنو الفلتر كيك؟ هي طبقه خفيفه، يعني ماكو شايف
الكيكه اللي يبيعوها هسه مو مرات يغطونها بكريمه، هاي الكريمه اللي هي تقريبا 2 مايكرون 6 مايكرون، هاي الطبقه ايش تسوي؟ راح تسوي سير للفورميشن، وبالتالي تمنع حركه السوائل من الحفره اللي انا احفرها الى الفورميشن. هذا واحد. الكيفينج شو كي تصير عندي كيفينج؟ لما يكون عندي لوز فورميشن او انه انا احفر بطبقه ملحيه صالدو، فهذا انت تعرف الملح والماء ايش فيه يذوب. نعم. انا احفر حفره دائريه، بدل ما اصير حفره دائريه ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بيضوي، وهذا البيضوي قطره الله اعلم يعتمد على ايش قد هذا الملح قاعد يذوب ويا الماء، وبالتالي يصير عندي كيفينج. او انه احفر بشيل، وطبعا هذا شنو شلون اعرف عندي شيل؟ هم عن طريق نواتج عمليه الحفر، راح نشوفها ان شاء الله مستقبلا. طلاب اكو بعد سؤال استفسار؟ ماكو، جيد. فهنا ايش يقول لي؟ واحده من الفوائد مال الدرين فلويد سيل بيرمابل فورميشن. يعني شنو البيرمابل؟ لما يقول لك بيرمابل فورميشن، الفورميشن هو الطبقه اللي بيها سماحيه مرور، بيرمابل قادر للمرور، راح يسوي ليها مثل يسوي لي طبقه كانما يلبخها لبخ، بالنسبه للطلاب اللي يشتغلون يعرفون هاي المصطلحات مال العماله. لبخ شنو يعني؟ معناته انه هاي الفراغات اللي على جدران البئر المساميه ايش راح يسوي؟ راح يدخل بيناتها الطين الحفر ويسوي لها سيل يقفلها، وبالتالي ما راح يصير عند انتقال سائل الحفر من الحفره للفورميشن، من الهول للفورميشن ما راح يصير عند انتقال. اوكي اوكي. بحيث انه شو اقول لك؟ انه انا هذا الطين هو اصلا مصمم حتى يسوي لي ديبوزيت ثين لير، طبقه رقيقه عديمه الزيرو بيرمابوليتي تقريبا، شو تسمى؟ يسمونها فلتر كيك او كعكه الطين. هاي كعكه الطين شو تحد لي او تسوي لي ليمت لي الفلتريت انفيجن انتو ذا فورميشن، انه تقلل لي حركه الطين من الحفره اللي انا احفرها الى الفورميشن بهالاتجاه. ليش؟ لان انا ما اريد الخواص اللي داير مدار الحفره تتغير، ما اريد اسوي للمكمن. اوكي ليش؟ لان أنا احنا قلنا بدنا نحفر بضغط طين اعلى من ضغط الفورميشن، وسوائل الحفر دائما تنتقل من منطقه الضغط العالي الى منطقه الضغط الواطي. زين، شنو المشاكل اللي ممكن تصير اذا كانت الفلتر كيك هاي وكعكه الطين اللي انا سويتها تو ثيك، سميكة جدا؟ واحد على سبيل المثال يقول لك يا با اوكي هاي كعكة الطين هسه، اذا تلاحظ ان انا ما اعرف انا اكبر لك اياها حتى تبين. نو ذس وان باك. اوكي جيد، راحت الصوره. لو انا اوكي تلاحظ هاي الطبقة الضعيفة، هاي الطبقة الضعيفة هي اللي تمثل لي الفلتر كيك. اوكي زين، يقول لك يابا هي طبقة ضعيفة، خليه السمك يزيد، بدل ما يصير مثلا نص مايكرون خلي يصير 3 مايكرون 4 مايكرون 6 مايكرون، ايش راح يصير؟ ما راح اخسر شيء. لا، احنا عادة الرينج مالتنا لازم يكون ضمن حدود معينه حتى يصير عندي شنو المشاكل اللي ممكن اقدر احصل عليها اذا كانت عندي الفلتر كيك مالتي كلش سميكه. تايت هول كونديشن، هذا لما يصير هنا، سوري اف، هذا لما يصير هنا سمك، هذا كله سمك، راح تضيق لي الحفره اللي انا حافرها. اوكي، وبالتالي اذا ضيقت لي الحفره اللي انا حافرها نواتج عمليه الحفر ما راح تصعد بسهوله، راح تتجمع وين هذا بيمن بالماد كيك بالفلتر كيك السميكه، باحتمال احتمال يصير عندي ستك بايب. الشيء الثاني، انا لازم عاده العمليات البروسس بال
حفر واحدة معتمدة على الثانية. فإذا كانت الفلتر كيك سخينة راح يصير عندي لوج، اللوج أو عمليات الجس البئرية اللي عملية الحفر أو أثناء عملية الحفر راح تكون very poor quality. ليش؟ ما تعطيني صفات الفورميشن اللي أنا دا أحفره، لا راح تعطيني صفات الفلتر كيك اللي قاعد تفوت عليها أجهزة القياس، وبالتالي لازم تكون هذه الفلتر كيك تكون ضعيفة thin. ما أنا دائما أريدها thin، ومثل ما راح تشوفون بالتجارب إن شاء الله بالمختبرات نهران عمر أو المعهد النفط راح تشوفون شلون تكون طبقة ضعيفة بحيث إنه تقدر تجدحها أو تخدشها بأصبعك تزيلها. أوكي، هل مشكلتين بالإضافة إنه إذا thick راح يسوي لي شنو؟ stick pipe. شنو الstick pipe؟ إنه استعصاء الأنابيب، وبالتالي الأمور دائما لازم تكون under control. لا أنا أقدر أروح باتجاه الفلتر كيك السميكة جدا ولا باتجاه الفلتر كيك الضعيفة بحيث ما تسوي للسيل للفورميشن وتبقى يصير عندي losses للفورميشن للفلويد داخل الفورميشن. إذن لازم تكون under control. أهم الوظائف اللي يحافظ عليها شنو الدرلينج فلويد هي الويل بور ستابيليتي، انه ما يصير بها تشققات. يعني هسه نتلاحظ هذا الجزء هنا ثابت تقريبا سيمتريكال، لكن هذا الجزء يشبه به تشوهات. طبعا هذا شلون رسمه هذا خوما نزله كاميرا، واحده من انواع اللوك هي نزل كاميرا، او اللوج الثاني او الجس البئري الثاني اللي يسمونه الكاليبر راح تاخذوه ان شاء الله في ماده اللوجز. الكاليبر هي عباره عن شنو عزيزي شلون مثل الاصابع، وصلت لك هاي القائمه 12 اصبع او 16 اصبع او 36 وتفر حسب الشركه المصنعه. هذه الاصابع تكون على تماس مع جدران الحفره اللي انا دا انزل بها. هذه التماس دائما يعطيني اشعارات ترتفع عن طريق السلك عن طريق الوايل لاين. المهم يرسم لي الويل بروفايل، فاي منطقه بها تضيق او توسع راح يتبين لي انه هذا الويل بور مالتي اذا كان ستيبل اور ان ستيبل، انه اذا كان سيمتريكال او بها مشاكل ب نتيجه المد ويت. اوكي، فيقول لك الـ well bore stability hole maintain size and cylindrical shape مثل ما لاحظ بهذا الجزء الجزء الثاني. اوكي، well bore unstable sloughing formation احتمال انه يصير عندي شنو؟ يصير عندي هذا الجزء الاول، سوري هذا المفروض الجزء الاول، اي هذا الجزء الاول، احتمال انه يصير عندي تهدم او يصير عندي caving او عندي يصير شنو بدال ما يصير شكل الـ well bore مالتي دائره راح يكون بيضه بهالشكل هذا. اوكي، او احتمال انه يصير عندي تشقق هنا بالبير هذا الجزء عاده هيك يصير. اوكي، هذا ان شاء الله تاخذونه بالكورسات اللي لاحقه، واذا الله سهل وراد وبقينا احنا ندرسكم راح اخذكم كورس بالمرحله الرابعه اللي هو الجيوميكانيك، هو اللي خاص بهذا يشرح لك الويل بور ستابيليتي. اوكي، طبعا الشيء الاهم انه الكيميكلز اللي انا استخدمها بطيان الحفر، المواد اللي اضيفها لطيان الحفر او طين الحفر اللي انا اصنعه، لازم احاول قدر الامكان انه ما يكون رياكتيف ويا من ويا الفورميشن بحيث انه يغير لي شكل الفورميشن، لا يكون فريندلي، ما بي اي تفاعل مع جدران البير، وبالتالي حافظ على جدران البير. اوكي، لان اذا كان يعني مثلا على سبيل المثال اذا كان انا سائل الحفر مالتي مي وانا عندي صالدوم، هاي صالدوم على سبيل المثال، سوري هاي مو صالدوم، هذه صالدوم، وانا دا احفر حفره هنا وما الحفر مالتي مي، واحنا نعرف قبه ملحيه وقاعد احفر بها بمي، الملح شبيه راح يذوب بالمي، وبالتالي بدال ما تروح تكون دائريه ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي توسع بالفورميشن، يصير عندي كيفينج. اوكي، بهالاتجاه هذا، وبالتالي يعني ما اقدر استمر بعمليه الحفر، احتمال يصير عندي ستاك. اوكي، لذلك الكيميكلز المستخدمه باطيان الحفر لازم تكون نون رياكتيف ويل فورميشن اللي انا قاعد استخدمها، حتى ما تغير لي خواص الفورميشن
وبالتالي تأثرني على عمليات الجس وتحافظ لي على الويل بور ستيبوليتي. هنا الشيء الأهم إنه وزن الطين لازم شنو يقول لك يحافظ لي على البالانس. يا بالانس القوة اللي داخل ال هذا إذا دنباوع بهالاتجاه هذا الآي مالتنا سوري إذا دنباوع بهالاتجاه هذا من فوق يعني أوكي فالحفرة مالتنا راح تكون بهالشكل دائرية. فهنا أنا عندي مجموعة قوة، عندي قوة بهالاتجاه وقوة بهالاتجاه، طبعا هذه القوة بهالاتجاه أيضا وبهالاتجاه. هذا شنو؟ هاي القوة المسلطة نتيجة الفورميشن على الحفرة بداخل الحفرة نفسه. سوري هذا لازم continue with that. داخل الحفرة نفسه هذه لازم شنو الطين هنا راح يعاكس لي هاي القوة المسلطة على جدران الحفرة بحيث حتى شنو حتى يسوي لي بالانس أوكي، وبالتالي ما يصير عندي كولابس بالحفرة. واضح؟ إذن هاي أهم وظيفة من وظائف الدريلينج فلويد اللي هي الويل بور ستيبوليتي. هنا نرجع نزغر إيش نقصد هنا؟ هنا اللي زميلكم اللي يتحدث على مينيمايز ريزرفوار دامج، إنه شنو نقلل الدمج بالمكمن. إيش يقصد بالدمج بالمكمن؟ سوري أرجع للصفحة اللي قبلها، هذه تحتاج إلى تكبير شوية حتى الصورة تكون واضحة. مو هالثخن جيد. أسد نشوف هذه الحفرة، هذه الحفرة اللي إحنا حافرينها، وكو هنا عنده مجموعة دوائر أوكي، هذه وهذه وهذه. طلاب بريك 10 دقائق ونرجع. قبل البريك عندكم سؤال طلاب وياي؟ بريك 10 دقائق عيني ونرجع إن شاء الله دكتور. أوكي نوضح الشغلة اللي هي اللي يسمونه الدمج بالفورميشن. تشوفون هاي الدوائر اللي متغيرة اللون، هذا اللون وهذا اللون وبعدين الأخضر الفيروزي والأصفر والجوزي، هذا شو تمثل لي؟ تمثل لي إيش قد الطين راح يمشي بالفورميشن وبعدين يوقف لحد ما تتكون لي الفلتر كيك كعكة الطين. عادة الانفينشن يسمونه او المود فلتريت يكون لي دائرة. اذا قلنا هذا البور هول مالتي الحفرة اللي انا دا حافرها ودا باوع من فوق يعني التوب فيو، يقدر يمشي بالفورميشن مسافة متر الحد ما تتكون شنو عندي، تتكون عندي الفلتر كيك اوكي. هذا شنو بال يعني خلينا نقول بالظروف افضل ظروف مثاليه انه اقدر احصل بيها. عاده هو شنو 3 فوت خلينا نقول 1 متر انه المود انفينشن، انه هذه المنطقه اللي هنا الخواص مالتها راح تمثل لي خواص طين الحفر، مو الخواص الفورميشن اللي انا اريده اللي اريد اسوي له فحص. طبعا هنا يصير عندي فلترايت لحد ما تتكون لي المود كيك، وبالتالي تمنع الفلترايت مال من مال الطين داخل الفورميشن. فلذلك هسه على سبيل المثال هذا الصوره الثانيه، هاي الثانيه اللي عندي هنا ايش يسمونه ريزيستيفيتي المقاوميه ريزيستيفيتي لوك اوكي. هنا ايش عندك شيء شو يقول لك؟ يقول لك هذا ترانزيش يصير عندي زونات عندي هنا الريزستيفيتي مال المات اللي هي مقاومه مال المات، وعند الريزستيفيتي مال من مال الفلتر كيك ريزستيفيتي اللي هي مقاوميه الفلتر كيك، والار اكس او اللي هم يسمونه فلاش زون. شنو الفلاش زون؟ انه هذا الفورميشن السوائل الفورميشن اللي كانت موجوده هنا انغسلت طين الحفر دفعها زاحب هالاتجاه راحت بهالاتجاه وهو استحل مكانها فيسمونه الفلاش زون اوكي. وبعدين يجي ورا شنو الترانزيشن زون اللي هو ها مو واضح اكو طين واكو سوائل حفر يعني خابط
وهنا شيء شيء عندي آخر شيء اللي هو يسمونه الريزستيفيتي مال الفورميشن أو مقاومية الفورميشن. فهذا المخطط العام هو يوضح لك إنه قد طين الحفر راح يفوت بالفورميشن والحد ما يتوقف. أوكي طبعا تعتمد على الفورميشن إتسيلف. مرات أكو عندنا فورميشن البيرمابوليتي مالته كلش عالية، فمو ثابتة إنه دائما إنه طين الحفر راح يعبر منه لهنا باتجاه واحد متر. لا، تعتمد على الخواص مال الفورميشن. إذا كان بيرمابول احتمال إنه يصير مثلا يوصل متر ونص أو مترين، تزداد دائرة التوسع مالته. أوكي فالغاية منها كلها شنو؟ يقول لك أنا أختار طين حفر ما يغير لي من الخواص الفيزياوية مال الفورميشن. أوكي بالتالي حتى لي يقلل لي الدمج، هو موجود، لذلك ما قال لك كانسل أو ريموف ريزرفوار دامج، لا، يحاول يقللها مينيمايز. وطبعا الشركات المصنعة لأدوات الجس البيري مثل ما راح تشوفونها إن شاء الله بمادة الكورس الثالث، بالمرحلة الثالثة، أنه هاي راح تكون فلاش زون، تأثيرات طين الحفر واضحة عليها، هم لا ما يريدها، بحيث أنه يسوي لها كوركشن، يريد يدور على الفورميشن اللي ما وصل طين الحفر حتى أعرف أقيس خواص هذا الفورميشن. أوكي فهو عادة يصممون طين حفر يسوي لي ريدكشن الناتشرال فورميشن بوروسيتي، يعني قدر الإمكان البوروسيتي والبيرمابوليتي. البوروسيتي هي الفراغات الحبيبية اللي موجودة، الفراغات اللي موجودة داخل جسم الصخرة، والبيرمابوليتي هو المسار اللي يمشي به سائل الحفر ضمن ما بين هاي الفراغات. معظم أنواع الدمج اللي يصير عندي إنه شنو المات طين الحفر أو نواتج عملية الحفر شبيهة invade the formation matrix، إنه تغزي الجسم الفورميشن. وش راح تسوي إذا على سبيل المثال إذا هذا الفورميشن ماتي وجت هنا نواتج عملية الحفر صارت بهذه الدائرة، راح تغلق لي المسارات اللي أنا أريد تكون هاي المسارات مفتوحة دائما غير مغلقة بنواتج عملية الحفر، راح يسوي لي reduce بالبوروسيتي. أوكي المات فلتريت and formation fluid form an emulsion. هنا شنو طين الحفر راح يتخفف بسوائل اللي موجودة بالفورميشن، راح يكون لي سائل جديد مستحلب emulsion. هذا الاميليوشن شو يسوي؟ يسوي لي ريديوس للبوروسيتي، يقلل لي البوروسيتي اللي موجوده ما بين الحبيبات. سولينج اوف كلي، احد زملائكم انه اللي ذكرها واللي مذكوره بالفيديو اللي من شركه بيبي، انه انا لازم استخدم طين حفر يقلل لي من عمليه السولينج. انه شنو هو السولينج؟ انه الطين هذا الكلي يبدي يمتص المي اللي موجود بسائل الحفر وبالتالي يضخم سولينج. وبالتالي هذا السولينج ايش راح يسوي لي؟ اذا ضخم راح المسامات راح يعميها، راح يقفلها، وبالتالي بدل ما يكون بيرمابل راح يحول الفورميشن الى امبيرمابل. اوكي ايش راح يسوي؟ ريديوس للبيرمابوليتي، هاي المسارات راح تقل وبالتالي راح يقلل عمليه انتاج النفط. Precipitation of insoluble salt reduce both porosity and permeability. طبعا هنا ترسيب مال عمليات الأملاح المذابة راح أيضا يقلل لي البوروسيتي وراح أيضا يقلل لي البيرمابوليتي، راح يقلل المسامية وراح يقلل السماحية مال مرور الفلويد اللي ما موجودة بيناتهم. إذا هذه المشاكل موجودة، لكن إحنا قدر الإمكان الشركات المصنعة لأطيان الحفر تحاول قدر الإمكان تسوي مينيمايز لريزرفوار دامج الاضرار الناتجه في المكمن اللي يعني انتج من عنده. اوكي هاي النقطه واضحه شرحناها، اللي انه قلنا الصيغه الاساسيه اللي اطيان الحفر هي تحاول تبرد السترينج والدقاقه نفسها، هذه الدقاقه مالتنا تبردها وتسوي لها لبريكيت. طبعا لبريكيت انواع الدقاقات، عندنا الدقاقه اللي اسنان الحفر مالتها تفتر يسمونها تريكون،
والدقاقه اللي ذات الاسنان الثابته اللي يسمونها فيكست او يسمونها البي دي سي، اوكي راح تاخذوها ان شاء الله بكورس الحفر. بالاضافه الى انه نسوي سبورت للذا بيت اند دريلنج اند سبلي، هذه اهم الوظائف اللي احنا نستفاد منها عن طريق عطيان الحفر. هنا يمكن تطلع ايش تلاحظ هنا الاويل اند سينثيتك بيس ما جنرالي لبريكيت بيتر. طبعا احنا هذا اكيد، شنو الاكيد راح اوضح لك اياه. احنا كنا عطيان الحفر نوعين، يا اما طين حفر ذو اساس مائي يا اما طين حفر ذو اساس نفطي. والسؤال هنا أنا، منو اللي يسوي لي لبريكيت تزييت اكثر للدقاقه، طين الحفر ذو الاساس المائي لو طين الحفر ذو الاساس النفطي؟ سؤال اذا ما نامين طلاب. استاذ ذو الاساس النفطي. جيد جيد جيد، طين الحفر ذو الاساس النفطي راح يسوي لي لبريكيت للدقاقه مالتنا. كان أراويكم جزء من الدقاقات، لحظة تكون بيت يعني تلقى لك إنسان مثل جوجل مستحيل. طلاب الصورة واضحة سما نواتج عملية البحث، أوكي. فهذا إذا تشوفون هاي الدقاقة هاي يسمونها ترايكون بيت. شنو ترايكون بيت؟ هذا بيها جزء دوار، هذا اللي هنا تشوفوه، هذا هاي عباره عن ثلاث كونات، او هاي الصوره اوضح توب فيو، هاي الثلاث كونات هاي دواره، فهذه مرتبطه بيرنج. فانا اذا استخدم سائل الحفر ذو الاساس الطيني ذو الاساس النفطي راح يسوي لي لبريكيت للبيرنج للبوربرنج اللي مرتبطه بيها اكثر من سائل الحفر ذو الاساس المائي. واضح؟ نرجع للسلايد مالتنا. بالاضافه الى انه اسوي تبرد لي جسم الحفاره، لان هاي الحفاره الدقاقه اللي انا البت اللي دا احفر بيها دا اسلط عليها ضغط عالي جدا والفورميشن مالتي صلد، فبالتالي راح تولد حراره نتيجه عمليه الحفر. طين الحفر بس خلي يفوتها بالبوتيتا، اوكي. فنتيجة عملية الحفر راح تزداد درجة حرارة البيت، وبالتالي طين الحفر هو اللي راح يسوي له كولينج، اوكي. هذا موضوع بحد ذاته، محاضرة بحد ذاتها، اللي هي الترانسميت مال ترانسميت هيدروليك انرجي تو تول اند بيتس. مثل ما موضح عندك هنا بالمخطط هذا هنا أنا. سوري نوت ذس وان، ارجع اوكي انت جيد. هذا المخطط بشكل عام هو اللي يمثل لي المال سيستم، اوكي. هنا أنا هذا عندي، هنا عندي المال بام، طبعا تبدي هذا اللي هو السكشن لاين، تبدي خط السحب يسحب لي منين؟ من الاكتف تانك او يسمونه السكشن تانك، ويبدي ضخ الطين باتجاه الهوز عن طريق، راح يبدي ينزل الطين هنا الى ان سوري اصلا الصوره مقطوعه، الى ان يطلع بهالاتجاه انه بيرجع من هالاتجاه هذا، يعني طلعنا بالفراغ الحلقي ورجع لهنا المادر تير، راح وين يجي؟ يجي على الشيل شيكر الهزازات ماتي اللي راح تنقيه من منين؟ من نواتج عمليه الحفر. نواتج عمليه الحفر راح تروح بالاتجاه هذا للماد بيت او حفره الطين، والطين الصافي راح يرجع هنا. طبعا هنا عندك مو بهالسهوله هاي، اكو عندي بعد منظومه اجهزه اللي هو دي سالتر اللي سنترلايزر اللي هي مثل ما وضحت لكم بالسلايدات اللي قبلها، مراحل عمليه التنظيف للطين بحيث يرجع الطين نظيف من جديد، انه بيرجع للسكشن تانك ويرجع ينضخ من جديد. خلال هذه العمليه كلها
ايش قايل لك؟ قايل لك انه انا هاي الهيدروليك، الهيدروليك انرجي منين جايه؟ جايه من المضخه. الطاقه هاي اللي منتقله بالطين جايه من المضخه، راح تنتقل المن للبت. طبعا هذا السؤال شيء بشيء يذكر مرحله صف رابع. احنا بالحفر عندنا نوعين من الحفر يسمونه الروتري دريلينج والسلايدنج دريلينج. الروتري هو الحفر الرحوي، انه البيت تفتر وخيط الحفر كله يفتر، اوكي. والسلايدنج هذا يعني حتى تكون عندكم فكره قبل لا تدخلون بكورس الحفر، السلايدنج لا فقط البيت تفتر. زين فقط البيت تفتر اذا خيط الحفر، يعني احنا خلنا اسوي لكم هنا لحظه بي اتش اي سوري اريد اطلع صوره رول سترينج شوفنا بي اتش اي بي اتش اي هاي الصورة واضحة. وين أخذنا الصورة؟ وين راحت الصورة؟ أوكي. طلاب هاي الصورة واضحة؟ نعم واضحة. أوكي. أوكي. هسه هذا كله طبعا انا ما اقدر اشير لان صوره هذا اللي تشوفوه قدامكم هذا كله يسمونه خيط حفر دريل سترينج. الجزء الاخير اللي هو هذا البيت وين مرتبطه، او خلينا نسوي له برنت سكرين حتى اقدر اشير عليها. لحظه برنت سكرين وانا بينت نو 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 بينت هذا البينت جيد بيست جيد. هسه انا اقدر اشير عليها باعتبار ان سويناها صوره. حول اللون الاحمر حتى يكون واضح. هاي منها من هالنقطه هذه من البيت الى ها عيني هسه واضحه. اوكي هذا من السيرفس اللي هو هذا هنا لهذا النقطه، يعني من النقطه واحد يعني النقطه الثانيه شو يسموها؟ يسموها خيط الحفر دريل سترينج. طبعا هذا خيط الحفر متكون من مجموعه من الانابيب مرتبطه مع بعضها، لكن اكو انابيب مميزه اللي هي اخر شيء اللي هي من هنا اللي هنا، هذه يسمونها البوتوم bottom hole assembly. اللي هي مختصرة شنو هي؟ BHA المختصر مالتها BHA اوكي اللي هي الباتوم هول اسامبلي. هذه تتكون من مجموعه من الاجزاء، اهم جزء بها اللي هو هذا شنو راس الحفاره، هذا الجزء الدوار. فمثل ما تعرفون قبل شوي ذكرت لكم قلنا عندنا نوعين من الحفر، عندنا حفر دائري الروتر دريلينج كل خيط الحفر يفتر يعني من البيت الى الحد السيرفس، هذا خيط الحفر كله يفتر اوكي. وكو حفر يسمونه سلايدنج فقط البت، فقط البت تفتر. هذا السلايدنج البت منين تاخذ طاقتها مال الحركه؟ اذا توب درايف الجزء اللي يحرك لي اياها ما قاعد يتحرك، تتحرك نتيجه الطين اللي يفوت بداخلها. تشوف هاي الفتحات اللي هنا، هذا هاي الفتحه الاولى وهاي الفتحه الثانيه اللي يسمونها النوزلز مال البت. هاي الطين من قاعد يطلع منها قاعد يفر لي البيت اوكي، بالاضافه الى هنا عندي داخل
داخل هذا الماطور اكو جزء دوار وجزء ثابت بحيث الطين من يفوت بيناتهم يفر للشفر واضحه يلا هسه جيد. فاذا بالسلايدنج عندي فقط شنو البت قاعد تتحرك، وبالدريلينج الروتر دريلينج سلايدنج دريلينج اوكي. واضحه صوره طلاب؟ نعم واضح. اوكي فهاي الصوره عندي اسال هنا أنا. هنا شو يقول لك؟ صورة رقم واحد وصورة رقم اثنين. يكبر البروش مالتنا سوي هذا رقم واحد سوري مو هالقد هذا رقم واحد هذا رقم اثنين. اوكي برقم اثنين البي اتش اي كله يفتر ده شوف هذه الحركة مالته ما عجبني هذا اللون. هنا الحركه ماتي شنو هذا الاتجاه هذا يتحرك الكل خيط الحفر منا اللي هنا ايش بيه يتحرك. الصوره رقم واحد اللي هي هذه فقط البت هنا تتحرك، حركه هاي البت ناتجه عن طريق مرور الطين داخلها اوكي فيسمونه سلايدنج اوكي. فهسه مبدئيا اتفقنا انه بالسلايدنج فقط البت تتحرك، الروتري عند البيت وبالإضافة إلى خيط الحفر كله يتحرك. واضح طلاب؟ طلاب هاي الفقرة واضحة؟ واضحة زين. إذا واضحة راح ينبني عليها السؤال التالي اللي هو يجي للمرحلة الرابعة وما عرفوا يجاوبوه اللي هو من الأبجديات. السؤال يكون كالتالي، إذا كانت حركة البيت نتيجة الطين يساوي لنا نفرضها خلينا نقول 10 ار بي ام ريفوليوشن بير مينيت ريفوليوشن بير مينيت، حركة البيت نتيجة مرور الطين 10 ريفوليوشن بير مينيت، وحركة الدريل سترينج او سيرفيس ار بي ام شنو ايش اقصد بها سيرفيس ار بي ام؟ الحركة اللي مولدة عن طريق التوب درايف اللي يفرض الخيط مال الحفر 20. ف ايش قد كم دوره تفتر بيها البيت في حاله السلايدنج وفي حاله الروتري؟ السؤال واضح ولا مو واضح؟ ريجو جاوب عزيزي. ايه اوكي. وبالسلايدنج لا او 10 ار بي ام 10 ار بي ام قلنا 10 ار بي ام. بعد بقي الطلاب متفقين على الاجابه؟ ويانا السؤال ما فهمت السترنج ايش قد الدور بالسلايدنج لو شنو قلت؟ احنا قلنا عندنا نوعين من الحفر، عندنا روتري وسلايدنج اوكي نعم. عندي عندي دورات ماتي التوب درايف ليش خبين انا اطلع لكم السؤال مال الصف رابع وشوفوه عليكم يا عزيزي واضح الامور بالنسبه لكم اوكي اوكي final exam this one no oh.
بقية الأسئلة. This first semester lectures. Exam. Lecture. No. No. طلع هذا الأسئلة أنا أقزام This one. Okay. هذا السؤال واضح السؤال طلاب وياي اوكي اوكي شوي ركزوا وياي خلنا نشرح لكم فش يقول لك يقول لك اذا انت عندك دايركشنال بي اتش اي يعني انه بي اتش اي يستخدمه للحفر الدائري للحفر الدايركشنال الاتجاهي وذ باور باك ماتور اللي هو نوع من انواع اجهزه الحفر اللي هو ماتور حفر البنت مات شنو البنت اللي هنا يقصد الانحراف مات الماتور يجي هنا بانحراف هذا الانحراف مات الزاويه مات تشقد 1.5 اوكي مجرد معلومه للاطلاع يعني ما تستخدم في الحسابات and have the following drilling parameters وعندك هالحسابات التاليه الاوتبوت مال البامب اللي انا مستخدمه بعمليه الحفر شقد 150 جي بي ام جالون بير مينيت السيرفيس ار بي ام الفرات مالتي اللي تفتر بها الدرول سترينج ايش قد 20 اوكي مطيك ايش قايل لك قايل لك انه هاي السيرفيس ار بي ام ال20 الفره هاي ال20 توصل صافي المم للبيت يعني ماكو نسبه ضياعات السيرفيس ار بي ام على الداون هول ار بي ام ايش قد يساوي لي 1 يعني اذا الفرة من فوق على عمق على السيرفس على ب 20 ار بي ام على عمق 4 كيلو البيت هم تفتر ب 20 ار بي ام ليش ما عندي الضياعات قايل الريشيو مال السيرفس مالته 1 يعني شفر على السطح توصل لي خالصه مخلصه المن للبيت شو يقول لك البيت ريفولوشن البيت الدوره مال البيت لكل يونت من الحجم ايش قد يساوي لنا 16% ار بي ام لكل جالون اذا المضخه مالتي ايش قد الضخ 150 مو صحيح المضخه مالتي الضخ 150 جالون هاي ال 150 جالون من راح تفوت داخل البيت ايش قد تولد لي حركه يقول لك تولد لك حركه بوين 16 لكل جالون اذا يضخ 150 اضرب البوين 16 في 150 ايش قد راح تطلع لك ساعدوني بالجواب 150 في بوين 16 ايش قد هذا الرقم اللي طلع 24 اوكي زين احنا قلنا شنو الفرق بين السلايدنج دريلينج والروتر دريلينج السلايدنج دريلينج فقط البيت تفتر مستحيل ولا
والروتر دريلينج السترينج كله يفتر. هسه بناء على هاي الحسابات هسه اللي شرحت لك، اعطوني عدد فرات البت خلال السلايدنج وعدد فرات البت خلال الروتري. استاذ خلال السلايدنج 24 وخلال الروتري راح يصير 44. هذا جواب. بعد الجواب نفس جواب يوسف، ان بالروتري راح يكون يجمع بين الدوائر. اوكي اوكي بدون شرح بدون شرح صار عندي اثنين نفس الجواب. بعد طلاب البقية ال 48 ايش قال 48؟ سولف عزيزي. ايه اوكي ايه اوكي انا ما ادري انت ايش تفتهم، بس انت في هذا المعطيات عندك اعطيني جواب مثل جماعتك اللي جاوبوا، لو تقول 20 لا لا تفسر لي عزيزي، انا هسه راح اشرحها، قل لي لو ابيض لو اسود. اي اوكي هسه قلنا هذا سلايدنج هاي 24 اوكي وهذه 20 هذا جواب، وكو جواب ثاني قال هاي 44 وهاي 24 مو صحيح؟ مو هيك صارت لو لا؟ اوكي بعد هسه ثلاث اجوبه من اصل 40 ل 40 الباقيين نايمين قاعدين قاعدين سا. يلا سولف ما يخلف سمعنا حسك. دكتور انا اعتقد سلايدنج 20 والروتري 44. اوكي ابقى انا يعني انتظر الجواب. غيرك طلاب، هي هاي احد مساوئ التعليم الالكتروني انه ماكو اي كونتاكت ويا طلابك، فما تعرف انه طلابك قاعد يفتهمون ولا وياك شاردين ذهنهم لو حاضرين بالاجتماع ورايح يسوي له شغله. لذلك هاي الاسئله بالغالب انه شنو جاست بريكينج ذا ايس، انه حاول قدر الامكان انه تخليك يعني انتنشن يعني دائما مرتبط ويا الاستاذ. anyway فصارت عندنا اجابتين، بعضكم قال بالسلايدنج راح تكون 24 هو نتيجه طين الحفر، انا عندي 150 جالون بير مينت راح يفوت من خلال البيت، وهاي ال 150 جالون بير مينت نسبه التحويل مالتها حتى تحولها الى دورات مطينيه هو قال اذا 16 ريفوليوشن بير مينت لكل جالون ضربت ال 16% في ال 150 طلعت لي 24 ريفوليوشن في حاله السلايدنج، واحنا نعرف بالسلايدنج فقط البيت تفتر. اوكي زين بالروتري السترنج كله يفتر، لكن السؤال هنا اذا السترنج كله يفتر يعني انا المود بامب راح اوقفها؟ يعني عن نواتج عمليه الحفر ما راح تطلع للسطح؟ لا، عمليه الفخ مستمره سواء كان سلايدنج ولا روتري. طلاب عمليه البامب فخ الطين مستمره سواء كان الحفر سلايدنج ولا كان روتري، وبالتالي بالروتري راح يصير عندي حركتين للبت، حركه من السترنج نفسها اللي هي جايه من التوب درايف اللي هي من السيرفس، وحركه الطين اللي داخل خلال البت وطالع من عنده، وبالتالي حركته راح يصير مجموع الحركتين مثل ما جاوبوا زملائكم اول اجابتين. واضح القاسم؟ واضح يا استاذ يا زحمالي. شلون؟ عفوا استاذ مداخلة. تفضل ايه تفضل. استاذ يعني هاي استاذ هذا نوع جريان انت قاعد تحكي عنه اللي بداخل سترنج وخارج سترنج، يعني مو حركة البيت. لا لا انا دا احكي احنا انا دا احكي على السلايدنج دريلينج والروتر دريلينج. شنو نوع الجريان؟ يعني انت شلون اللي قاعد هذا يسمونه لا انت لا 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 مو جريان، هذا نوع الحفر سلايدنج. لما يقول لك سلايدنج دريلينج
ولما يقول لك روتري دريلينج اي هذا نوع حفر بكلاهن باثنينهن انا عندي البوم شغاله صحيح اوكي سواء كان سلايدنج ولا روتري عندي البوم شغاله فلما يكون عندي البوم شغاله والنوع سلايدنج معناته فقط البيت تفتر وبالتالي انه حركه البيت تاخذ حركه طاقتها من الهيدروليك باور اللي جايت من الطين نفسه اوكي ما عندي جزء دوار إلها تصعد انت على الرج فلور تشوف السترينج مالك ثابت والتوب درايف ثابت بس انا قاعد احفر زين هذه الطاقه اللي مال الحفر اللي قاعد استخدمها منين جايتني جايتني من الطين اللي تفر البيت نفسه زين الروتري الروتري لا السترينج خيط الحفر هذا كله يفتر بما فيهم البيت زين اذا هي البيت اصلا نتيجه الطين تفتر 24 حركه 24 ريفوليوشن ونتيجة السترينج اللي يفتر على نفسه 20 فالتوتال ار بي ام مالتها راح يكون مجموع الحركتين واضح؟ ها طلاب واضح؟ نعم سيد واضح فبس سؤال ولو هو خارجي يعني باسم السلايدنج دريلينج يعني في حال استخدمه يعني انت بهاي النوع سلايدنج دريلينج هو بدايركشنال دائما هو النوع 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 البدائي الاول مال الدايركشنال طبعا هسه اجت هواي عندي وخصوصا في حاله الكيك اوف يعني اول ما ابدي ابتعد عن الفيرتيكاليتي انا قاعد احفر فيرتيكال واريد احول دايركشنال بزاويه مثلا 20 او 30 شو استخدم السلايدنج السلايدنج شنو مثل ما قلت لكم هو موتور يجي بعكفه هيك شويه معكوف هاي الزاويه مالته يسموها البنت adjustable يعني من هنا تنفتح وتقدر تسويها انت مثلا تسويها درجه يعني معناته اذا اسويها درجه معناته انه شنو انت فيرتيكال هيك راح تحفر فيرتيكال او اسويها واحد ونص او اسويها ثلاثه بناء على الوال بروفايل اللي انت تريد تحفره اوكي فلذلك يستخدموا الاستاينينج حاليا نزل عندنا الار اس اس اللي هو يسمونه الروتر ستيربل سيستم اللي هو نظام حفر يختلف عن الاول تكنولوجي اللي يسمونها السلايدنج دريلنج تكنولوجي tools اللي هي يسمونها هذا اللي هو هذا تشوف اسمه هذا باور باك موتور طبعا هو يسمونه باور باك كل شركه تسميه باسمه بي دي باور باك موتور او يسمونه الموتور هذا نسبه لي باور باك انه او الطاقه الراجع او الطاقه المستخدمه عن طريق السوائل الحفر طبقا للشركه المصنع اوكي هذا سؤال فاينل بالكورس الاول ثلاثه من أصل 48 جاوبوا عليه و 45 واحد تركه وما يطول بيدك أقل من دقيقتين بالنسبة للمفتي من المادة طبعا اللي يقرأ يومين قبل الامتحان ما يجاوب على هذا السؤال لو تشرح لي ارجع للسلايدات مالتنا أقول هذا السلايد نو أوكي واضح هسه الطلاب بالنسبه للترانسميتد باور التولز اللي يشغلها بالاضافه للتول عندنا الام دبليو تول والال دبليو تول اللي هي الميجرمنت وايل دريلينج واللوجينج وايل دريلينج هسه واحد يقول لك قياسات اثناء الحفر واللوجينج هم قياسات اثناء الحفر زين شنو الفرق بيناتهم انا ان شاء الله راح اسوي لكم سيمينار اذا الله سهل وراد الاسبوع الجاي بالجامعه راح يكون هو شنو الفرق ما بين الام دبليو دي تول اللي الخاصة بقياس الفورميش الاتجاه اللي تستخدم في عملية الحفر الاتجاهي والال دبليو دي تول اللي الخاصة بعمليات قياس الفورميشن مواصفات الفورميشن اوكي الشغلها من يشغلها تشتغل عن طريق هذا الطين يشغل الام دبليو دي يفوت عن طريق توربين هذا التوربين راح يشتغل يولد كهرباء هاي الكهرباء يبدي يجهزها المن شنو صار عندنا؟ أكو شيء؟ أوكي. فقلنا الطين اللي يفوت خلال ال MWD راح يشغل الجنريتر مالتي اللي هو التوربين هذا التوربين يولد كهرباء يشغل ال LWD اللي متصلة معها يعني عن طريق خيط الحفر. أوكي. ما بعدها الشيء الأهم إنه كل المضافات اللي أنا أضيفها
اطيان الحفر لازم اتاكد انه شنو ادكوايت فورميشن ايفالويشن ومعتها السايد افكت على الانفايرمنت. يعني ما استخدم انا طين حفر يسبب لي تسمم. ليش؟ لان احتمال يصير عندي انا اثناء ما احفر يصير عندي ليك وراح يروح هذا الطين الحفر لطبقه الخزين الوطني المائيه يسمونها الووتر تيبل. كل بلد نثبت الووتر تيبل مالته على قد ارتفاع اللي هي الخزين المائي مالته اللي هذا مال الاجيال المستقبليه. فمن نحفر احنا بير احنا نحاول قدر الامكان نبطن هذا البير حتى الطين لا يروح لهذه الطبقه ويلوثه. فمن حتى لو وصلنا مثلا اذا صارت عمليه تلويث احاول قدر الامكان انه هذا الطين ما يسبب لي حالات تسمم او يغير يسوي لي تلوث بالمنطقه. اوكي، حاول قدر الامكان انه يكون فريندلي، يعني السايد افكت مالته على الانفايرمنت يكون قليل جدا. اوكي، من ضمن هاي الميت ستاندرد اوف هيفي ماتيريال نون بريزنتد انه يتحلل او طبعا مطابق للقوانين المحليه ومن غيرها من الامور. اوكي، بعد الكنترول كوروجن انه ما يسبب لي تاكل انابيب الحفر. هذا اهم شيء، لان انا خلال عمليه الحفر احفر بير، يعني خصوصا اذا بير بمشاكل راح يطول لي الحفر، ما خصوصا الرقات العراقيه معروفه انه مثلا يحفرون لهم بير خلال سنه، فانت خلال سنه هذا الانابيب مالتك هي على تماس ويا الطين، واذا الطين مالتك كان اجريسيف وياكل لي بالمعدن فايش راح يصير بيه؟ الكروجن مالتك راح يقرا الف. فحاول قدر الامكان انه اثناء الويلدز الماد بروجرام انه الطين يكون فريندلي ويا الانابيب ويقلل لي الكروجن اللي يصير بالانابيب. تلاحظ هنا، شوف هنا الانسايد سيرفيس مالته الثيكنس هنا راح يبدي ياكل بالجدران مالته الى ان يصير عندي ثقوب. وصارت عندي واحد من المرات استخدمنا نوع من الطين مثقل اللي كان هيميتايت لوبرايت، بحيث انه التول مالتي اللي انا بستخدمها صار بها ثقب وقام الطين يطلع من خلالها، يعني صار عندي الرودد انحفر وهي كانت اللوي ستيل، فطين الحفر ايضا يبدي ينحت بالانابيب ومع الزمن راح يصير عندي كروجن. اوكي، اهم شيء العمليات اللاحقه بعد عمليه الحفر، قلنا لما نكمل عمليه الحفر راح ننزل كيسينج، ولما ننزل الكيسينج راح ننزل سيمنتينج. اذا هذا شنو؟ انه طين الحفر لازم يكون فريندلي ويا عمليات اللاحقه بحيث انه ما يثر لي عليها، يعني ثم سليك فلتر كيك which can easily removed. شلون انزل؟ بالبدايه احنا كيسينج سكراتشر، طلاب الصورة واضحة؟ اوكي، بالبداية احنا كنا اثناء عملية الحفر كنا ندقق على انه لازم الفلتر كيك باسرع وقت ممكن يتكون حتى يقلل لي من عمليه فقدان السوائل من الحفره للفورميشن. هسه انا وصلت مرحله نزلت كيسينج وراح ابدي بالسمنتنج، اكو شغله جديده هي شنو؟ لازم ازيل هذا الفلتر كيك. ليش؟ لان هذا يعرقل لي الالتصاق ما بين السمنت ما بين الكيسينج وما بين الفورميشن. فايش راح اسوي؟ انزل اداه يسمونها سكراتشر. هذا شنو؟ مثل الاصابع، هذه تنزل داخل الحفره تسوي سكراتش، تقشط لي المات كيك اللي صارت على جدران البير حتى يرجع يصير تماس السمنت اللي انا ادخله بالفراغ الحلقي ما بين الكيسينج وما بين الحفره الاوبن هول حتى يكون على التاتش، لان اذا كانت الفلتر كيك موجوده ما راح يصير تاتش ما بين الكيسينج السمنت ما بين الفورميشن والكيسينج. اوكي، لذلك ينزلوا السكراتشر. هاي واحده من الامور اللي يستخدموها، يقول لك انه لازم يكون الفلتر كيك ثين وسليك فلتر كيك كان ايزلي ريموفد حتى ازيلها من جدران البير. هنا أنا انزل هاي السكراتشر، طبعا هاي السكراتشر ترتبط على جسم الكيسينج
إذا موجودة هنا الصورة. لا ما موجودة. أوكي. شو بلا صورة ثانية. أوكي. إذا هذا الصورة واضحة لكم طلاب. نشوف هذا الجزء هنا حركة إيدي وين. هذا شنو مرتبطة على جسم الكيسينج. الغاية من أنه شنو تحك لي جدران البير وتوخر لي الفرثار كيك. أوكي. هذا قال لك سكراتشر. ريموف مات كيك اند بريك جول سترينث، لان الطين لما نعوفه فتره راح يبدي شلون الجل الجلي لما نسويه بالبيت نخليه بالثلاجه حتى يتجمد يصير طبقه جلي. لانه انا شو اسوي لما ابدي احرك به راح ابدي اكسر هذا الجول سترينث. اوكي هي قوه الجل اللي متكونه. فهذا السكراتشر هو يزيل لي المات كيك ويزيل لي شنو الجول سترينث اللي موجودة بالطين. الطين يبقى سائل عند مينيمايز بريشر سيرج ديورين كيسينج. البريشر سيرج بتلاحظ هنا هذه الصورة لما أنا أبدأ أنزل الكيسينج ماتي داخل البير بسرعة معينة. طبعا إذا السرعة العالية تؤدي إلى زيادة ضغط يولي الضغط يسمونه السيرجينج. السيرجينج هو ضغط الدفع ضغط نزول الكيسينج داخل الحفرة. في بعض الأحيان قد يتجاوز هذا الضغط ضغط الفورميشن وبالتالي يصير عندي شنو يصير عندي فراك بالفورميشن ويصير عندي توتال لوسز. الضغط المعاكس لهذا الضغط أو يسمونه السيرجينج إفكت هو السوابينج الشفط. فلذلك يقول لك مرات إن أنا لما أكمل عملية الحفر وأبدي أطلع الطولات ماتي او اطلع الدريل سترينج من الحفره ايضا اطلعها بسرعه معينه مو سرعه عاليه. اذا اسحب بسرعه عاليه ايش راح يسوي؟ راح يصير عندي ساكينج، راح كانما قاعد يسمونه البيستن افكت. شلون حركه البيستن؟ لما ادفع اللي قدام يعني اذا شبهناه بيستن، هذا البيستن ومرتبط بهالاداه هذه، لما ينزل للاسفل راح يولد له ضغط، او لما يصعد للعلى ايضا راح يولد لي ضغط. لكن هذا الضغط هنا ضغط انضغاط وهنا ضغط سحب. اثنين هنا احتمال هذا ضغط السحب ضغط الانضغاط هذا الاول احتمال يسوي الكراك بالفورميشن. ضغط السحب الثاني اللي هو السكينج احتمال يخلي لي شنو الفورميشن يبدي يصير عندي فلو يدخل لي الفلويد ما تداخل داخل الهول، وبالتالي لازم تكون ضمن سرعات معينه. اوكي الاضافات اللي انا اضيفها للطين لازم تكون غير متفاعله، ما تتفاعل مع السمنت كيمستري. يعني انا لما احفر بطين حفر بمواصفات معينه اخلي في حسابات انا ورا ما كملت الحفر راح ابدي انزل الكيسنج، ورا ما نزلت الكيسنج راح ابدي عمليه السمنت. فاللي عمليه السمنت نفسها تتم عن طريق استخدام سائل الحفر، فسائل الحفر لازم يكون ما يتفاعل مع طين الحفر. اوكي اهم خاصيه هذه طبعا عليها حسابات كلش كبيره اللي هي تقلل لي من اللود على تقلل لي من وزن الكيسنج. اطلع قوه اخر سلايد ان شاء الله راح نكمل. تلاحظ هاي الصوره الاولى صوره رقم واحد عندي هذا الوزن ايش قد 6 كي جي 6 كيلو وبالهواء يعطيني 6 كيلو. لما ابدا اغطسه بالماء ال 6 كي جي ايش قد صارت 4. ليش؟ لان اكو قوه ثانيه تعاكس اتجاه الجاذبيه الارضيه اللي هي قوه الطفو. اوكي قوه الطفو مقدارها ايش قد 2 كي جي. اذا سائل الحفر يعمل وفق مبدا ارخميدس. طلاب اكو سؤال لو واحد نسى وفتح المايك. اوكي افرض ماكو سؤال. فقوة الطفو هذه راح تقلل لي من وزن السترينج وبالتالي تقلل لي من الوزن على الوول هيد راح تساعدني. اوكي هذه القوة اللي هي بالاتجاه الاعلى فيسمونها البالانس فورس. ومرات يعني مره من المرات الاستاذ المشرف ماتي الله يرحمه رجل ايطالي توفى يقول مره من المرات احنا نكيس يعني نزلنا الكيسنج وبدينا نضخ السمنت
وبدت الكيسنج تصعد تطلع من الحفرة. نتيجة شنو؟ نتيجة الباونسي باونسي فورس. فيقول احنا بهيك حالة سوينا راسا الكيسنج اللي على السيرفيس ربطناها بسناسل ثبتناها بحيث انه تبقى ثابتة الى ان نبدي بعملية الكات، لان اذا عفناها تبقى 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 تطلع الكيسنج ما راح تثبت بمكانها، راح الاوبن هول السمنت راح يكون يملال الاوبن هول وما سويت ما استفدت من الكيسنج شيء. فلذلك الباونس فورس كلش مهمه في حسابات السمنتينج وفي حسابات الحفر، وان شاء الله راح تلقونها يعني امامكم ان شاء الله في كورس المرحله الثالثه. المرحله الرابعه راح تاخذون مواضيع ادفانس على الحفر اللي هي الدايركشنال والوال كنترول و الويل بور سيرفينج انا انتي كوليجن. طلاب انتهت محاضرتنا لليوم، فاذا عندكم اي سؤال اي استفسار هسه وقت الاسئله. تفضل عزيزي. مو مشكله مو مشكله عادي، اي واحد عنده سؤال يا اما يكتب بالشات او يدز لك يا انت تسال بالنيابه عنه، ماكو اي مشكله. تفضل. عادة ما عندنا حفر احنا بالقبة الملحية، هذه يعني في عالم الحفر احنا ما نحفر بالقبة الملحية، لكن شنو يقولك ننجبر شنو اكو ظاهرة يسمونها الفينجرينج. الفينجرينج شنو الفينجرينج؟ فلا خلنا استعين بجوجل حتى حصل لي على صورة تساعدني بالشرح. او ظاهرة التصبع يسمونها جماعة يحبون يترجمون. صوت فينجرينج. اوكي. فمثل ما قلت لك احنا عادة ما نحفر بالقبة الملحية، ليش؟ للأسباب اللي احنا ذكرناها، انه القبة الملحية من احفر بها بغض النظر عن نوع الماء اللي انا استخدمه ما راح اضمن انه الويل بور راح يكون شنو؟ يكون ستيبل. انه الويل بور كان في شوت ان سالتي نوت ذس ون. اوكي. أنا أرسم لك إياه ليش أخر هذا فايل إيه. أنا أرجع أسوي لك شيرين في اللحظة. أي ما جاي عرض، أنا وقفت البرزنتيشن فلذلك قلت بس صبي فيزيت ذيس ون. نفرض انه هاي الفورميشن اللي انا احفر بيها تمام هالشكل هذا. اوكي. انا هذا الحفره مالتي. هذا اللي باللون الاحمر اللي هنا هذا طبقه ملحيه يسمونها فينجرينج، اللي هي تشبه الاصابع. هسه تخيل نفسك كانما تبوع على كف ايدك وقاعد تشوف عندك خمس اصابع، هاي الخمس اصابع هي اصابع ملحيه. احنا عاده بالصالدوم ما نحفر بالصالدوم، ليش؟ لان مشاكل بها هوايه. وعاده احنا اذا تتذكرون من الجيولوجيا العامه المصائد الملحيه دائما يكون على جوانبها شنو؟ تكون يجمع الاويل. فانا ما معقول احفر بالصالدوم حتى اوصل للاويل، لا احاول قدر الامكان اتجنب الصالدوم. ليش؟ لان تولد لي هواي مشاكل. لكن على سبيل المثال خلينا نقول احنا هسه حفرنا هنا وهذا البير مالتنا استكشافي
وصار عندي هنا صار عندي اوكي بدت النواتج عمليه الحفر ترجع على السطح. يابا اجاني جيولوجيست قال لي يابا احنا ده نحفر بطبقه ملحيه. فانا ككمباني مان راح اقعد وين جيولوجيست؟ طبعا اللي بلغني جماعه المد لوجينج اللي هم هذول المسؤولين عن قياسات طين الحفر. قال يابا احنا ده نحفر هسه طبقه ملحيه. انا شو اسوي بيك حالها؟ راح اروح لجيولوجيست عزيزي الطبقه الملحيه مستمره لو منقطعه اخاف فينجرينج. فهو شنو يبدي يسوي على الاوفسيت داتا مال الابار اللي بقيه، يبدي يراجع التقارير البقيه اكو طبقه ملحيه بهالجانب لو لا، لان الطبقه الملحيه ممتده. يعني انا حافر بير هنا بنقطه اي وبير الثاني بنقطه بي، المسافه بيناتهم 500 متر. هنا انا حفرت ما عندي قبه ملحيه، وهنا أنا ظهرت عندي بوادر قبه ملحيه بس انا ما متاكد من عده. اخلي في احتمالاتي انه هذا احتمال فينجرينج. يعني فينجرينج شنو؟ تصبع، انه طبقه ملحيه ممتده بس ما مو صاول دوم بمعنى صاول دوم. فهنا أنا بهيك حاله شو يستخدمون؟ يستخدمون مع احد سوائل الحفر اللي هي ما تتفاعل مع الملح. يعني ما استخدم سائل الحفر ذو الاساس المائي اللي هو الووتر بيس ماد. ما استخدمه ليش؟ لان هذا اذا استخدم سائل طين حفر ذو اساس مائي راح يذوب لي الاملاح وبالتالي الاملاح اذا كانت فينجرينج راح نحفر بها ونشوف الويل بروفايل. يا اما استخدم سمنت بلوك اذا كان في شكل البروفايل مالتي الويل بروفايل تغير وتوسع، او نستمر بالحفر لحد ما اتجاوزه حسب السمك مالته. وضع عزيزي لا احنا بالعراق لا بالقبة الملحية لا، هو أصلاً إحنا ما نحفر بالقبة الملحية. السؤال يصاب كالتالي، نحاول قدر الإمكان نتجنبها. يعني كأنما أنت عندك طريق مبلط ونظيف وطريق كله طصات وعكر، أنت يا طريق أكيد أخذ الطريق السليم اللي ما، لأن المشاكل اللي راح تنتج عن القبة الملحية احتمال يصير عندي lost in hole. شنو إنه البي إتش أي مالتي كلها تروح داخل البي إتش أي داخل الهول، ما أقدر أطلعها، وبالتالي لازم أسوي لها كات وأسمت وأرجع سايد تراك. الكلام سهل بس هي الكلف هي اللي تتحكم. أوكي سؤال بعد استاذ، سؤال عن موضوع الابريكيشن سولف. الإنسان بس لا يتذكر poor lubrication causes high torque. فسؤالي يعني شو المقصود بالتورك وشون يكون تأثيره؟ عزيزي اقفل المايك مالتك. جيد. انه الهاي تورك بالنسبه لمن؟ بالنسبه للبيت. يعني تذكر البيت مال 3 كونز، اذا الكونات مالتها ما افترت، يعني نتيجه انه شنو لاك بالابريكيشن، بالتالي حتى انا حتى تزداد عمليه الحفر حتى انه تفتر هاي الكونات ايش راح ازيد؟ راح ازيد السيرفيس ار بي ام، وبالتالي راح تولد لي تورك اعلى من الحاله الطبيعيه، وبالتالي راح يزداد عندي التورك. واذا زاد التورك انت تصور الامر كانما شلون كانما بور بلا او عوفك من البور بلاستيك، خلينا نقول صودا مال الحديقه بطول 3 متر، انت كامشة من طرف واخوك كامشة من طرف ثاني. اخوك الصغير اللي كامشة من الطرف الثاني اعتبره هو البت. فانت كل ما تفر الصوندة اللي كامشة انت بيدك من هذا الطرف، اخوك قاعد يلعب وياك يفتر بنفس الصيغة، وبالتالي ايش راح يصير عندي؟
حركتك وحركته بنفس المقدار، واخوك الصغير اللي هو من الطرف الثاني مثبت هذا الطرف، ايش راح يصير عندك؟ راح تبدي تلتوي على نفسه، يصير ظاهره عندي يسمونها التورشن. التورشن شنو التورشن؟ التورشن هو الالتواء، بحيث انه يصير عندي تبدي تلتوي البي اتش اي على نفسها، بحيث يصير بها كات تويست اوف، تقطع نفسها من نفسها. فلذلك الليبريكانت مو طريقه مباشره لزياده التورك، لكن هو احد المسببات. يعني اوكي الكون راح يفتر، لان شنو ما بالتالي انا نواتج عمليه الحفر راح ياتي، بدل ما اسال 10 متر بالساعه راح احفر 5 متر بالساعه، وبالتالي ايش راح اسوي؟ راح ازيد سرعه السيرفيس ار بي ام حتى انه احصل على ارجع لل 10 متر السابقه. من زيادتها نواتج عمليه الحفر بالاضافه للطين اللي موجود راح تبدي تتراكم بالحفره، فراح بالاسفل. وطبعا اكو فقره ما اريد ادخلك فيها، هي التورك اند دراج، ايضا تعتمد على الويل بروفايل اللي تحفره. اكو ويل بروفايل فيرتيكال واكو ديفييتد. الفيرتيكال حساباتها تختلف عن الديفييتد، وخصوصا يسمونها قوه جر بالابار المائله، والهوريزونتال تختلف عن الفيرتيكال. موضوع راح تاخذوه ان شاء الله بعمليات الحفر، يعني بالدرلين 1 وال2، او تاخذوه بالدايركشنال درلين ان شاء الله. واضح عزيزي؟ واضح استاذ، شكرا جزيلا، حياك. بعض الطلاب استاذ، بس عندي سؤال على الفاي تي، يعني از كيسنج او سم جوب تيست، شنو فرقها عن الليك اوف تيست اذا هي جاي تكسر الطبقه مثل ما قلت؟ انا اللي عارفه انه بالفورميشن انتجري تيست يعني يحاول ما يكسر الطبقه، بس هو مجرد يختبر السمن جوب مالته ويحدد الماكسيمم الاول دنسيتي للسكشن اللي وراه. ذكرتها اثناء المحاضره، بس انا خليت السؤال للاخير يعني. لا لا لا، وقف 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 وقف. اوكي انا ذكرت الاف اي تي، اكو فرق بين الليك اوف تيست والاف اي تي، بس انت ليش تسال علي؟ انت وين ماخذ هاي المحاضره؟ ماخذ الدوره. المحاضر بوقتها ذكر انه يعني الفورميشن انتجريتي تيست انه ما يكسر بالطبقه، بس مرات يعني هي تصير صدفه انه تكسر، يصل الضغط فتكسر الطبقه، فهي هنا المشكله يعني راح تكلفهم، فهم يحاولون قدر استطاعتهم انه ما يكسرون الطبقه. لا لا لا، هو شنو الاف اي تي؟ هو من اسمه فورميشن انتجريتي تيست. انا اريد اعرف الضغط اقصى حد تتحمل الطبقه قبل لا يصير بها فيلر، بحيث انه شنو مثلا انا مصل الضغط 2000 والطبقه شو يسوون؟ طبعا هم من وصل ورا ما حفر السمنت اوكي حتى يبدا بالسكشن الجديد يحفر له فد 2 متر بالفورميشن الجديد، يعني هاي ال 2 متر يبدا يزيد بها الضغط تدريجيا، يعني السكشن الاول سوى له كيسنج وسمنت وخلص، انه بحفر السمنت وحفر 2 متر بالفورميشن الجديد ويبدا ضغط، يبدا يزيد الوزن الضغط يسوي الاف اي تي، يريد يعرف مقدار الطبقه اكبر ضغط تتحمل الطبقه قبل لا تفشل. ايش يسوي؟ يبدي يسوي تدريجيا الضغط، سوى 500 600، الطبقه بعدها ثابته، 700 ثابته، 800 ثابته، 900 ثابته، لحد ما وصل 1000 بعد الثابت، سوى 1050 نزل الضغط، نزل الضغط سوى، معناته من شاف الضغط نزل 50 بي اس اي لو 100 بي اس اي قبل يوقف البمب يرجح على 100، معناته انه هذا الضغط اللي يبدي يتكون به تشقق داخل الفورميشن، بس هو مو ضغط الفشل اوكي، بدايه التشقق، يعني الفورميشن مو مباشره يعني كلابس، هو مثل الدومينو بس تسلط عليه ضغط وراسا
راسا فشل، لا تدريجيا. فبداية لما يشوف الضغط صارت عنده سبايك كان 1050 أو 1100 وصار نزل 1050 أو صار 1000، معناته أنه شنو بداية هذا التشقق، فتوقف راح يرجع الضغط نفسه. بس قال لك يا بقى إيه أوكي هو هذا الـ FIT. الليكوف تيست لا، لكن حسابات ثانية تختلف إن شاء الله راح تأخذوها أنتم العفو بالدرينج 1 والدرينج 2. واضح عزيزي؟ واضح كل واضح. إيه حياك طلاب. بقي اوكي والله بما انه ماكو اسئله اعتبر انه المحاضره يعني ان شاء الله اكون وفقت في ايصالها، واي سؤال اي استفسار عن طريق الجروب ان شاء الله. هذا كل اللي عندنا لليوم، ونبقى على محاضرتنا ان شاء الله ورا العيد بخير وسلامه، نرجع على جدولنا او ايضا هم راح نتفق شوف جدولنا شلون راح يكون 8:30 او 9 واتفر ان شاء الله نتفق قبل المحاضره. اوكي طلاب قال العدد ما شاء الله، يعني البقيه طلاب البقيه ممثل الشعب عزيزي بلغهم اي واحد ما دخل ضمن التوقيت مال اليوم يعتبر غياب، والغياب حتى لو كان القسم ما يحاسب عليه انا حاسب عليه. اوكي عزيزي تقدرون تغادرون طلاب. شكرا جزيلا في امان الله.